بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض بقية النيورولوجي. بص يا شباب، بداية في المحاضرة دي كده، لو أنت مش مذاكر المحاضرات اللي فاتت وقف التسجيل، مش هتستفيد من المحاضرة دي. لو أنت مش مذاكر الأول محاضرتين شرحناهم وقعدنا فيهم حوالي ساعتين ونص في كل محاضرة، مش مذاكرهم عن ظهر قلب، خلاص لو سمحت وقف تسجيل، لأنك أنت مش هتستفيد بالتسجيل ده. الهيميبليجيا والفاسكولار إكلوسيف سيندرومز ياخدوا منك في مذاكرتهم نص ساعة بالظبط. ده نص ساعة لو أنت بتتدلع، لو أنت إيه قاعد بتلعب، إنما أنت أصلاً مش هتذاكرهم لو أنت مذاكر أول حصتين كويس جداً جداً جداً. وهتشوف إن شاء الله، نشوف الشات بوكس بينور. مش مهم يا حمادة، طالما انت مخلص الفات مش مشكلة. ماشي يا عبد الله، كفاية انها طمنت عليك يا حبيبي. عايز تستأذن تفضل يا حبيبي، مفيش اي مشكلة يا حبيبي، ربنا يعينك، انت راجل بوست فلا حرج عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنشرح مع بعض الهيميبليجيا والفاسكولار اكلوسيف سيندرومز، والنهاردة المحاضرة هتبين مين اللي مذاكر من اللي مش مذاكر. طيب، خلصنا المرة اللي فاتت الستروك، وكانت محاضرة جميلة خفيفة مع نيروجينيك بلادر، وخلصنا السبأراكينويد هيموريج. النهاردة هناخد مع بعض هيميبليجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب، هيمي يعني نصف، بليجيا يعني باراليسس. لما أقول عيان عنده بليجيا يعني عنده باراليسس، شلل. لما أقول عيان عنده هيمي يعني شلل في ناحية واحدة في الجسم، على جانبي الجسم، ناحية واحدة في الجسم. طيب نرجع مع بعض نفتكر كده السبلاي بتاع جسمنا في البراميدال تراكت بتاعنا. الحضرة دي هنقعد نقلب في السلايدز كتير قوي، فايه اللي مش هيشوف حاجة يقول لي، يعني مش هعتمد على الزوم، يعني خلينا نجيبها بقى سلايد واحدة. طيب احنا اتفقنا مع بعض يا شباب ان البراميدال تراكت بيطلع من الموتور اريا وينزل يعدي في الطريق بتاعه زي ما شرحنا، تمام، وبعد كده عايز يغذي الابر لمب بيديله، مش عايز يغذي الابر لمب بيفضل ينزل 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 ينزل، وبعد كده يدي ايه لللور لمب. واتفقنا بيحصل له كروسنج عند اللور مدلة. طيب عندي بعد كده الهيميبليجيا، هو عبارة عن بليجيا هيمي، يبقى في شلل عندك في جزء من الجسم عندك، كلام جميل. طيب انت عندك اللور بارت اوف ذا مدلة بيحصل عندها الكروسنج، انت عندك الجزء ده ده جاي له موتور سبلاي من البيراميدال تراكت هنا للابر لمب، وده لللور لمب، لان دي الجزء ده كده دي اللور بارت اوف ميدلا، كل ده احنا شرحناه. والله عايز يدي الابر لمب هيدي له، مش عايز هيفضل مكمل يدي للثوركس، مش عايز هيفضل مكمل يدي لللور لمب. طيب تخيل معايا يا صديقي، انا حصل عندي شلل فوق مستوى الابر لمب، حصل عندي شلل فوق مستوى السبلاي بتاع الابر لمب، يعني ده راح وده راح وده راح وده راح، يعني كل ما تحته راح. يعني عايز تقول لي ايه يا دكتور سويلم؟ فاكرين يا شباب السبلاي بتاع الابر لمب جاي منين؟ انت عندك في السباينال كورد بتتجمع النيرفات وتديك بليكسس اسمها البريكيال بليكسس، بينما في منطقة الثوركس ما عندكش حاجة اسمها الثوراسيك بليكسس. السباينال كورد بيدي النيرفات على حدة كل واحد لوحده، فنسميها الثوراسيك نيرفز. تيجي تنزل عند اللور لمب يجمع لك بليكسس اسمها اللامبر بليكسس، تغذي لك اللور لمب مع السكرال بليكسس، واحيانا يسموها لامبو ساكرال ترانك، يديك سياتيك نيرف لللور لمب. والسكرال بليكسس برضو اللي بتديك الحاجات بتاعت المسائل، فاكرين في النيروجينيك بلادر
لما قلنا اس 2 3 4 مقاس 2 3 4 دي سكرال 2 وسكرال 3 وسكرال 4 يبقى دي حاجات ايه جينيتال قدام وورا اللي هو اليورين والستول كل ده للسفنكترز. المحاضره النهارده هتبقى قائمه على فاكرين 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 فاكرين. طيب ادي عندي جاي من المنطقه بتاعت الهاند فضل نازل 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 عمل كروسنج في اللور بارت اوف ذا مضله. والله عايز ادي الاوبر لمب اديله مش هستخدم حركه الابر لمب انزل 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 ودي للرجل تدي للرجل. طب افرض حصل عندي ليجن فوق مستوى السبلاي بتاع الابر لمب يبقى ايديها هتتشل ورجليها هتتشل. حصل عندي ليجن فوق السبلاي بتاع الابر لمب يبقى ايديها هتتشل وبالتالي الاوردر ما كملش برضو لللور لمب لان الاوردر ابر موتور نيورون. طب انت عارف لو الاوردر هنا على مستوى سيجمنت ساعتها الايد بس فقط هي اللي هتشل انما انت عندك الاوردر ده كله بايظ يبقى ده اصلا كان نازل بيدي الابر ليم وبينزل يكمل لور ليم وهي دي الابر موتور نيورون ليجن بيبقى معاه باراليسس. يلا بقى يا شباب الباراليسس كان ايه بيلو ليفل اوف ذا ليجن يعني الليجن هنا كل ما تحته بارالايزد. طيب انت الليجن فوق مستوى السبلاي بتاع الابر ليم هو الابر ليم ده كان بيتغذى من ايه من بريكيال بلكسس كسب اللي حضر المحاضره النهارده. انت عندك السبلاي بتاع الابر لمب البريكيا بليكس اهي البريكيا بليكس اهي البريكيا بليكس كل ده بيغذي الابر لمب وانت عندك السباينال كورد بيعدي وبيدي الثراسيك نيرفز تمام وبيعدي ويعمل لك اللمبر بليكسس يغذي لك اللور لمب مع السكرا بليكسس يغذي لك جزء من اللور لمب والسكرا الايه اريا. طب افرض ان انا عندي ليجن فوق مستوى السي 5 يبقى البليكسس دي باظت ما جالهاش اوردر من الابر موتور نيورون فالعين يشتكي من الابر ليمب ويشتكي من اللور ليمب لان كل ما تحته باظ كل ما تحته باظ يبقى ابر ولور ليمب ويكنس. طب تخيل معايا عندي الليجن بيلو ذا سيرفايكال اريا عندي الليجن عندي الليجن بيلو السيرفايكال اريا يعني الابر ليمب اتنجدت فالعين يشتكي من ايه من لور ليمب ويكنس لور ليمب باراليسس. مفهوم اللقطه دي يا شباب مفهوم الفكره دي احنا انا هفتح الشات بوكس على طول عايز الاربعه الاونلاين مفهوم 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 اللي مش مفهوم اعيد مره واثنين وثلاثه على طرق مختلفه. طيب انت شليت هنا الناحية الشمال طب ما الجزء ده عمل كروسنج اجيب الشات بوكس بقى ايه كده قدامي انت عملت ضربة في مستوى الابر موتور نيورون هنا عملت ضربة في مستوى الابر موتور نيورون هنا فكل ده اتشل وهنا حصل كروسنج هشرح لكم الحته دي انا هنا ده الجزء الليفت تمام حصل كروسنج عشان يدي الكنترول بتاع الجزء الرايت فلما اتضرب في مخي في الشمال يبقى الدراع اليمين هيشتكي. طيب انا اتضربت على ناحيه واحده يبقى هشتكي على ناحيه واحده. افرض ان انا اتضربت على جنب الناحيتين هنا وهنا يبقى التراكت الاخر هيتدمر معايا يبقى الدراعين الاثنين هيتشلوا. طب لو انا برضو نفس الفكره فوق مستوى الابر ليم يبقى الدراعين والرجلين يبقى عندي ايه كوادري بليجيا الاربعه ليم كوادري يعني اربعه. طيب لو انا بعد برضو الضربه على الناحيتين ولكن تحت مستوى السبلاي بتاع الابر ليم هيبقى ده ضرب واللي رايح للرجل الاخرى ضرب يبقى عندي رجليني الاثنين مشلولين بارابليجيا. عايز تقول لي ايه يا دكتور سويلم؟ عايز اقول لك ان اليونيلاترال ابر موتور نيورون ليجن هيعمل لك باراليسس على ناحيه واحده فقط والباي لاترال هيعمل لك باراليسس على الناحيتين. في اي صعوبه في اللي انا بقوله ده؟ انا فاتح الشات بوكس الليجن
اللي فوق مستوى السبلاي بتاع الابر لمب اللي بيبدا من سي 5 بريكيال بليكسس عادي سي 5 تي 1. لو انا فوق سي 5 يبقى هاخد ابر لمب اند لوور لمب. لو ليجن على ناحيه واحده يبقى هاخد ابر لمب ولوور لمب على ناحيه واحده. لو ليجن على الناحيتين هاخد ابر ولوور لمب على الناحيتين. طب الليجن تحت سي 5 لا اخد الايه اللوور لمب على حسب يونيلاترال ليجن يبقى لوور لمب واحده بايلاترال ليجن تو لوور لمب. ماشي زي الفل. المحاضره النهارده ما تاخدش في المذاكره نص ساعه. يبقى يعني ايه هيميبليجيا يا دكتور سويلم؟ هيميبليجيا يعني paralysis لone side of the body، واخد upper limb ولور limb على جنب جسم واحد. بص الليجن هنا عنده في الجزء اليمين فالجزء الشمال بتاعه مشلول. بص الليجن هنا عنده في الجزء اليمين تمام فالجزء الشمال مشلول. لو ده ظهر العيان خلاص يبقى ده لو ظهر العيان يبقى هنقول المنطقة دي ليفت. لو رسم لك عينين هنا يبقى المنطقة دي رايت. واتفر انت باصص له منين، لو عندك ليجن في ناحية يبقى الباراليسيس جاي من الناحية التانية. يعني مثلا دي ايه بصين لها من عينيها اهو، فالليجن هنا على الليفت سايد اوف ذا برين وده بيدي البيراميدال تراكت اللي بيعمل كروسنج. لو حصل ليجن اباف السي 5 يبقى السي 5 وما تحتها اتدمر. يعني البريكيا بليكسس دخلت معاك يعني ابر لم ولور لم. ماشي طب هو ايه اللي يعمل لي هيميبليجيا دكتور سو؟ ايه اللي يجي الضربه تدمر لي هنا؟ اي حاجه بقى في المخ يا صديق. بليدنج في المخ، واحد ضغطه عالي، انت الضغط النورمال مثلا ايه في رينج 120 80، تخيل واحد ضغطه 230 على 140 مش كنترول. طب ما الجسم هيستحمل فين البلاد بريشر ده؟ هيفرقع في مخه. طب البلاد فيزلز اللي فرقع على هذه الناحيه تمام، يبقى العيان هيشتكي من هيميبليجيا في الناحية الأخرى من الجسم زي ما هنعرف مع بعض. افرض عيان عنده انفكشن، خد تروما هنا واتفر الكوز زي ما هنقول مع بعض، ولكن أشهر أسباب هي الفاسكولار على الإطلاق. فاسكولار ليجن يا صديقي أثرت على المخ. يعني إيه؟ يعني سيريبرو فاسكولار أكسيدنت أو سيريبرو فاسكولار ديزيز او الاسم الشيك بتاعها اللي هو الستروك، السكته الدماغيه. والستروك ده مرض في المخ بسبب فاسكولار ليجن. الفاسكولار ايه غير اسكيميا وهيموريج، والاسكيميا غير ايه؟ يا اما اتكونت انسايتو ثرومبوزس او جت من القلب او من حته بعيد امبوليزم. وهيموريج يا اما ضغط عالي ونزف، يا اما خبطتك على راسك ونزفت، يا اما سب اركينويد هيموريج. يبقى فاكرين يا شباب الستروك قلت لك العيان هيشتكي من اعراض في الدماغ ممكن يجي بهيميبليجيا. طيب يبقى احنا البلاد سبلاي بتاع البرين قلنا الكومن كروتيد هيديك الاكسترنال، سيبك منه بعد كده الانترنال. الانترنال كان بيديك مين؟ كان بيديك الام سي اي والاي سي اي، كان بيديك الانتيرو سيريبرال ارتري والميدل سيريبرال ارتري. طيب وعندنا برضو كان جاي من الساب كليفيان الفيرتبرال ارتري اللي بيديك البوستير سيريبرال ارتري بيغذي الجزء البوستير البي سي اي. اي لخبطه في الشرايين دي اللي بتسبلاي الدماغ يبقى الدماغ هيشتكي. طيب ايه الاسباب؟ دايما اول ما يقول لك ايه الاسباب ابدا بكلمه الأشهر على الإطلاق vascular causes. يا إما عيان مثلا عنده ischemia thrombosis تمام، يا إما عيان بعد embolism، يا إما عيان نزف. طب تفتكروا يا شباب اللي عنده thrombosis ده عيان atherosclerotic أكيد old age عجوز، أكيد diabetic، أكيد hypertensive تمام، أكيد ischemic heart disease صح ولا لأ؟ صح. البلاد بريشر اكيد قلت لك هايبرتنسف عالي. طيب العيان اللي عنده امبوليزم ده في الغالب يعني طبعا هنا الانست بتبقى السادن انست تاخد ثواني، انما في الثرومبوزس عشان يعمل الانفاركشن
بتبقى تاخد وقت اطول، ممكن تاخد minutes to hours. طيب العيان اللي عنده امبوليزم ده اكيد 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 عنده valvular lesion، لو عملت له ايكو ممكن تلاقي عنده mitral stenosis، ممكن تلاقي عنده AF. طيب الفاسكولار التالت الهيموريدج، اخبار الضغط بتاعك ايه؟ لا ده في الغالب عالي جدا جدا جدا. طيب لو بصيت على الليفت فينتريكل هتلاقيه هايبرتروفايد، والانصت بتاعتها بتبقى فيري رابيد، وفي الغالب عيان اولد ايج. طيب كل ده قلناه المره اللي فاتت في الاستروك، يا اما سكيميا يا اما هيموراجيك. طيب ايه الصوره اللي هيجي لي فيها العيان مشلول في وان سايد اوف ذا بودي بسبب يونيلاترال بيراميدال تراكت ليجن؟ قال لك على حسب الكوز، والكوز قلنا طبعا على الاطلاق فاسكولار، بعد كده انفلاماتوري زي مثلا مننجيتس انكيفالايتس برين ابسس، وما تحفظهمش، قول لي عناوين الانفكشن او الانفلاميشن اللي عندك في منهج النيورو او نيوبلاستيك، قول لي عناوين النيوبلاستيك ليجن اللي عندك في النيورو، او ديمايلينيتنج ديزيز، قول لي عناوين الديمايلينيتنج ديزيز اللي هناخدهم بالتفصيل، واشهرهم المالتيبل سكليروزس والديسيمينيتد انكيفالومايلايتس. تروما اتخبطت مثلا عملت هيموريدج سب ديورال هيماتوما، كونجينيتال اتولدت مثلا عندك سيريبرال بولسي او هيستيريك، مفيش ليجن، مش حفظ تؤلف، مش هيجي لك سؤال كده كوزس، ولو جالك ده سؤال هدية. طيب الانست بتبقى اكيوت انست، والكورس بتاعها ريجريسيف، بيخف في الغالب لو الليجن فاسكولار او انفلاماتوري او تروماتيك. وعندي لو الليجن تيومر نيوبلاستيك بتبقى الانست ان هو يبقى جاي في الصورة الشلل، بتبقى كرونيك جراديوال واحدة واحدة. الفاسكولار قلت لك الطب في حاجتين اكيوت، اكيوت في الطب يعني حاجتين، تمام؟ واللي قال لي الكلمه دي وسمعتها الله يرحمه دكتور ممدوح الكفراوي، ما اعرفش تعرفوها لا، يا اما فاسكولار يا اما تروماتيك، حاجه اكيوت سادن اونست، امبوليزم اتبعت اتسدت او خد في الشومه تروما، ماشي. كرونيك جراديوال اونست وبروجريسيف كورس، عيان عندي تيومر ما بيخفش، الليجن بتبقى كرونيك بتطول معاه، والكورس بيسوء بروجريسيف. طيب لو انا ابتديت باكيوت اونست، الكلينيكال بيكتشر بتاعتي بتختلف عن لو الليجن ابتدت بمننجيوما مثلا او جلايوما تيومر. لو انا ابتديت باكيوت اونست، ابتديت باكيوت اونست اهي باللون الاحمر، يبقى بص على السهم الاحمر بيتخش في تو ستيج 1 اند 2. الاكيوت اونست دي بتروح بتموت لك الاعصاب تماما، العين نزف مره واحده، فبيخش في حاجه اسمها اكزوستد نيورونز او نيورونال شوك، تمام؟ الاعصاب بتتعب، بتبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعتها فلاسيد، بتقعد لمدة ايه؟ حوالي شهر، من اسبوعين لستة. في كلمة هقولها، تمام؟ النيورونال شوك دي او الستيج اوف شوك او الستيج اوف لاسيديتي بتيجي الكلينيكال بيكتشر بتاعتها وكأنها لور موتور نيورون ليجن، وكأنها وكأنها وكأنها. يعني ايه؟ يعني العين النيورونز متبهدلة ميتة تماما في حالة شوك. المسل تون اخباره ايه؟ هيبقى هايبوتونيا، ما انت فلاسد، فلاسد يعني سايب مسحسح. طب والريفلكسس؟ اي ريفلكسس اصلا هتبقى ابسنت، الديب والبلانتر ريفلكسس ابسنت. مع مرور الوقت، مع مرور الوقت يحصل سنه ريكفري للنيورونز، ولما يحصل سنه ريكفري البراميدال انهيبيشن كنترول اللي كان بيعمل انهيبيشن يروح، فتبدأ الحاجات تاخد وضعها بتاع الأبر موتور نيورون ليجن. يبقى ابتدينا بنيورونال شوك، وهتقولي ابتدينا بلور موتور نيورون ليجن، أنا قلت لك وكأنها عشان أفهمك، بس اوعى تقولي إنها لور موتور، لا قولي هايبوتونيا هايبو ريفلكسيا مفيش بلانتر ريفلكسس. وبعد كده
يبدا بقى الصوره يبقى ابتدينا هايبوتونيا وهايبر ريفلكس، التون قليل في المصل وبعد كده هتلاقي ايه هايبر ريفلكس هايبرتونيا التون عالي، وعندك البابينسكي ساين دي اللي اسمها ايه السباستيك باراليسس في سباستيستي، هقول لك يعني ايه التون عالي لدرجه ان المصل مشدوده دي اسمها استابليشد هيميبليجيا. يبقى الاكيوت اونست بيمر في تو ستيج، اول واحده الفلاسيديتي وثم السباستيك باراليسس، بينما النيوبلاستيك ليجن بص عامل لك سهم بنفسجي بتخش على طول عشان هي جراديوال على الستيج اوف الاي سباستيك باراليسس. من ضمن الكوزس انا عندي حاجه اسمها ريميشن اند ريلابس في المالتيبل سكلروسس، هشرح لك الكلمه دي بالتفصيل في المالتيبل سكلروسس. لغاية كده الدنيا مفهومة يا شباب؟ حسيني تمام، ندى تمام، حمادة جمال ودلال، نورة ايه الاخبار يا نورة؟ تمام مفهوم ماشي. لا بصوا انا كل شوية هسأل مفهوم ولا لا. طيب فايه الريسبونس في الرد يبقى سريع. طيب انا عندي يا دكتور سويلم ليجن في المخ هنا او ليجن في المخ هنا، تمام؟ يعني مثلا دي ليجن هنا، تمام؟ فايه الجزء ده هيتقصر ابر ولور لمب لو انا الاصابه فوق سي 5، تمام؟ الجزء ده مصاب يبقى الجزء ده هيبقى مشلول اهو، الجزء ده مشلول لان الاصابه هنا. طيب اعرف انا جاي لي العيان في كوما دلوقتي يا دكتور سوين، كوما مغمى عليه، جلاسكو كوما سكيل مثلا بتاعه اقل حاجه 3 مغمى عليه، اعرف منين يا دكتور سويلم ان العيان عنده شلل؟ ما هو مغمى عليه ايديه الاثنين ما بيتحركوش ورجلي الاثنين ما بيتحركوش في كومة. اعرف منين الجزء البارالايزد؟ بالساينس اوف لاترالايزيشن، بالساينس اوف لوكالايزيشن، وهي دي اللي دايما اقول لك عليها. اول ما تلاقي عند العيان ساينس اوف لاترالايزيشن معناها ان العيان عنده ليجن في مخه على ناحيه واحده هتعمل سيمتومز على ناحيه اخرى، عنده سيمتومز لاترال مش في الناحيتين، لا في ناحيه واحده، هي دي اللي اسمها ساينس اوف لاترالايزيشن. ليجن هنا يبقى هيبقى في اعراض هنا مثلا. اعرف منين الجزء البارالايزد؟ اعرف منين الجزء المضروب؟ ما انا مش عامل لسه، العين جاي لي اهو الكوما، ما عملتش لسه السي تي برين، اعرف الجزء المصاب. قال لك تعرف الجزء المصاب منين؟ قال لك هتلاقي راسه تلتد لوان سايد، يبقى العيان عنده paralysis. طيب الاي قال لك هتلاقي unequal pupil وconjugate eye deviation لone side. اول ما تشوف الساينس دي اعرف ان العيان عنده مشكلة في الدماغ في ناحية واحدة، هتلاقي ان وشه في حتة فيها asymmetry، اللمس بتاعته فيها jacksonian fits، الديب ريفلكسس والمسل تون لو في البدايه خالص هتبقى هايبو، لو في النهايه هتبقى هايبر. المهم ان انا عندي ناحيه فيها غير الناحيه اسيمتريكال ريسبونس. طب النورمال لمب انهي واحد؟ او ما تعمل له بينفول ستيمولاي تضغط على حواجبه جامد كده بالثمب او الاسترنال اريا تلاقي النورمال لمب بيتحرك مع البينفول ستيمولاي. بص ضغطت هنا جامد، الدراع ده كان مفرود راح محركه عليك، يبقى الجزء ده بيتحرك والجزء ده مشلول. البارالايزد مور فلاسيد وما بيتحركش. طب اعرف منين البارالايزد برضه في اللور لمب؟ هتلاقي عنده بابينسكي ساين، هي دي اللي اسمها ساينس اوف لاترالايزيشن اللي بتكون ابسنت في البرين ايديما، في الهايبرتنسيف انكيفالوباثي، في الهايبوجلايسيميا. لما قلت لك اهم كلمه فيهم ايه؟ ابسنت اوف ساينس اوف لاترالايزيشن، ما عندوش لوكالايزنج ساين، ما عندوش ساينس تعبر عن
الانيكواليتي. يعني انت مثلا لما حد يضغط جامد على صدرك المفروض بايديك الاثنين تبعده، لا هو هنا هتلاقي دراع واحد بيتحرك السليم والدراع التاني مشلول. انت عندك لما قلنا العيان بيجي لهم كونترا، لو عملت موتور ريتيشن مثلا لاريا 4 قلنا العيانين بيجي لهم كونترا لاترال موتور جاكسونيان فيتس. لو عنده على الرايت هتلاقي الجاكسونيان فيتس على الليفت لغايه ما نروح النيورو ابيليبسي ونقول هي هي الجاكسونيان فيتس. طيب وقلناها في المقدمه على فكره. طيب يا دكتور سويلم، انت قلت لي الكوز بتاعي يا اما فاسكولار يا اما انفلاميشن يا اما نيوبلاستيك يا اما ديمايلينيتيك تروماتيك كونجنتال هيستيريكال، وقلت لي اكتب لي كده فاسكولار بخط كبير جدا يا اما اسكيميا يا اما هيموراجيك. ادي المخ، ادي المخ سبلايد بي برانشات من الكاروتيد ومن البازلر ارتري. لو حصل فيهم مشكله وتسدد دي اللي اسمها ستروك، واحيانا يقولوا عليها سيريبرو فاسكولار اكسيدنت او سيريبرو فاسكولار ديزيز. خلينا في ستروك. ستروك المخ اتضرب بسبب البلاد سبلاي بتاعه، بسبب فاسكولار ديزيز، بسبب بلاد ديزيز. طيب يبقى انت يا دكتور سويلم عمال تقول لي فاسكولار، طب ما احنا عايزين نعرف الكوز بتاع الفاسكولار ده اسكيميا يا اما ثرومبوزس يا اما امبوليس يا اما هيمرج. يبقى لو سمحت ركز لي على الكوز. طب يا دكتور سويلم معلش سامحني، انت عمال تقول لي برين ليجن برين ليجن. انا المخ يا دكتور سويلم عندي كبير قوي يا دكتور سويلم، عندي من السيريبرال هيمسفيرز وعندي بعد كده بينزل على البرين ستيم، وعندي بعد كده في الانترنال كبسول فوق الاول هنا، وبعد كده البرين ستيم، وبعد كده السباينال كورد. هي الليجن في انهي مكان من دول يا دكتور سويلم؟ لا اقول لك دي قصه بقى ايه هنقعد نتكلم فيها. مفهوم لغايه كده يا شباب؟ خسر كتير اللي ما حضرش حقيقي. البيراميدال تراكت احنا عارفين البيراميدال تراكت بيبدا من الموتور اريا وبعد كده بيعدي في السيريبرال هيمسفيرز وبعد كده بيعدي على الانترنال كبسول وبعد كده بيعدي على البرين ستيم اللي هو بيتكون من ميد برين وبونس وميدلا، وعند اللور بارت اوف ذا ميدلا بيحصل له كروسنج وينزل في السباينال كورد. والله عايز يغذي الابر لمب، هيروح للانتيرور هورن سيل بتاعت الابر لمب ويدي الابر لمب انتيرور هورن سيل بتاعت اللور لمب، ده اللور موتور نيورون. طيب افرض يا صديقي الضربه جت لك هنا في السيريبرال هيمسفيرز فوق خالص على مستوى، الضربه جت لك هنا كده في كل ده اللي هو فوق البرين ستيم على مستوى السيريبرال او السيريبرم على مستوى السيريبرال اريا. طب ما الحته دي كبيره برضو يا دكتور سويلم فصفصها لي، هسميها السيريبرال كورتكس، هسميها الكبسول، وما بينهم هسميها سب كورتيكال. يبقى تحت، يبقى على مستوى الكورتكس وتحت الكورتكس وعلى مستوى الكبسوله كابسولار هيميبليجيا، وعندي هيميبليجيا ممكن على مستوى البرين ستيم، وعندي هيميبليجيا في السباينال كورد. ما ممكن الضربه تيجي هنا وممكن الضربه تيجي هنا وممكن الضربه تيجي هنا وتيجي هنا وتيجي هنا، كل واحده وليها خصائص في الضربه بتاعتها. طيب خلينا نتفق يا شباب، انا عندي الكروسنج بيحصل عند اهي، مش دي الميد برين وده البونز ودي المظله، ودي المظله هتقسمها نصين ابر ولور. الكروسنج بيحصل فين؟ في اللور بارت اوف ذا مظله. صح صح. طيب لو انا الليجن بتاعتي هنا 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 هنا، ده الجزء ده مسؤول عن الجزء هنا لان هو بيعمل كروسنج اصلا عشان يغذي الحته دي، بيعمل كروسنج اصلا عشان يغذي الحته دي.
يبقى above the level of lower medulla عندي contralateral hemiplegia أو contralateral paralysis. طيب أنا بعد اللور مضلة الspinal cord هنا بيغذي المناطق بتاعته، يعني مثلا لو افترضنا الناحية دي الرايت والناحية دي الليفت، ده الليفت spinal cord هيروح يغذي الليفت upper limb، هيروح يغذي الليفت lower limb. فلو حصل إصابة هنا إصابة هنا هيحصل إصابة في نفس الناحية، إنما لو حصل إصابة هنا 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 دول أصلا اللي بيغذوا الجزء الثاني لأنهم بيعملوا كروسنج، يبقى بلو لور مضلة إبسيلاترال باراليسس، شلل على نفس الناحية، شلل على نفس الناحية. طيب يبقى أنت قلت لي يا دكتور سويلم الناحية المشلولة هتبقى إزاي؟ فاكرين يا شباب الليجنز اللي بتعمل، وليكن مثلا خلينا ناخد واحدة واحدة بقى مع بعض. طيب كل كرينيال نيرف نيوكليس دول واخدين من الناحية دي ومن الناحية الأخرى، من الناحية دي ومن الناحية الأخرى، تمام؟ واخدين سبلاي من الناحيتين، من التراكتس اللي راح هتغذي البرين ستيم. ما انت عندك تراك نازل من الكورتكس رايح للسباينال هسميه كورتيكو سباينال، وهو ماشي هيغذي لك الكرينيال نيرف نيوكليس فهسميه كورتيكو بالبر تراكت، وساعات يسموه كورتيكو نيوكليار تراكت عشان راح يغذي الكرينيال نيرف نيوكليس. اني هاو الكرينيال نيرف نيوكليس واخده سبلاي من الناحيتين ما عدا اللور بارت اوف كرينيال نيرف 7 بتاخد من الكونترالاترال سايد، واحيانا 12 في 50% من الناس. يعني ايه 50% من الناس؟ احيانا تلاقي اللسان مشلول واللسان مش مشلول على حسب هو انهي واحد من 50% من الناس. طيب يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي اصابه ولنكن بقى خلينا نبدا مع بعض ليجن على مستوى السيريبرال هيميبليجا ومن ثم البرين ستيم هيميبليجا ومن ثم السباينال كورد هيميبليجا. طيب الإصابة على مستوى السيريبرال هيميبليجا يعني كل ده، ممكن تكون على مستوى الكورتكس كورتيكال أو تحت الكورتكس ده سب كورتيكال أو على مستوى الكبسول. ليه على مستوى الكبسول؟ فاكرين يا أصدقائي قلنا الأبر موتور نيورون ليجن بيراميدال تراكت واخد من البيت سيل في موتور إيريا 4 وبري موتور إيريا 6 ونزل على الكرونا رادياتا ونزل على الانترنال كابسول الجينو والانتيرو تو ثيرد اوف بوستيرور ليم ومن ثم نزل على البرين ستيم، يعني دي مشاركة معاك اصلا في الباثوي بتاع الموتور. فلما يحصل فيها اصابة اكيد العين هيشتكي. طيب انت هنا قريب من البرين قوي قوي قوي، فأي ليجن قريبة من البرين يا شباب خد بالك بتضايقه بتستفزه فبتعمل كومة وكونفولجن، لأن الليجن بتبقى اكستنسيف، إنك عشان تدمر الحتة دي ممكن تعمل إيه؟ إريتيشن جامد جدا عنيف. فالمستوى الكورتكس والسب كورتكس بيبقى معاهم التلاتة سي كونفيجن كونفولجن كومة، بينما المستوى بتاع الكبسولة ده الكبسولة هي اللي اتدمرت مش برين تيشو وتدمر معاك، فما بيبقاش معاها كومة وكونفولشن. طيب الإصابة يا شباب اللي على مستوى الكورتكس، أنا عايز أسألك سؤال، أنت عندك العيان بيشتكي من أفيزيا أو بيشتكي من أجرافيا، مش الأريا دي بتاعت 44 و45 موجودين هنا في السيريبرال هيمسفير في السيريبرال كورتكس؟ ما كل ده السيريبرال هيمسفير، كل ده السيريبرال كورتكس، ده كل الرسمه دي اللي انا عاملها ايه في الشكل ده. عندك اصابه هنا واصابه هنا، إصابة في أي حاجة بقى في السيريبرال هيميسفيرز. طيب دي صفحة 12 عشان إيه نفتكر كده، خلوني أسجلها.
مش صفحة 12. ودي صفحة 53. مش انت عندك اصابة على مستوى الكورتكس، على مستوى الكورتكس. طب لو العيان بيكتب بايده اليمين فالدوميننت هيمسفير بتاعه الشمال، فلو الدوميننت لو عنده اصابة في الشمال في مخه الجزء الايسر، يعني كده الدوميننت هيمسفير هيتأثر. وانا قلت لك الدوميننت هيمسفير ده عنده مراكز مش موجودة غير فيه، زي البروكس اريا. البروكس اريا ما عندكش يمين وشمال، هي عندك منها واحدة بس في الدوميننت هيمسفير. فالراجل اللي بيكتب بايده اليمين الدوميننت هيمسفير بتاعه الشمال، لو حصل اصابة مثلا هيمورج في الجزء في المخ الشمال، يبقى هيحصل له افيزيا، او في اريا 45 يحصل له اجرافيا. يبقى انا عندي الدوميننت هيمسفير العيان بيشتكي من كورتيكال سيمتومز، يعني هات اي حاجه بقى ايه بتتغذى بالدوميننت وتبوظها. يبقى عرفنا الافيزيا والاجرافيا دي بتحصل على مستوى الكورتكس، ومش مستوى الكورتكس بس، الكورتكس وتكون الاصابه في الدوميننت هيمسفير. احنا قلنا ايه، ده هيمسفير وده هيمسفير، حطهم الاثنين مع بعض كلهم يعملوا ايه، السريبرم. الكبسولة دي كبسولة مجرد ايه، منطقة بيعدي منها حاجات فوق وتحت زي ما شرحناها، ملهاش دعوة بأي اريا، فمعهاش افيزيا ولا معهاش اجرافيا، معهاش اي حاجة. طيب مستوى الكورتكس، مستوى الكورتكس لو انا عندي ليجن في البرايتال اريا، يبقى عندي كورتيكال سنسري لوس. بص معايا، ده كده البرايتال لوب، ده كده البرايتال لوب. لو انا عندي اصابه فيه، فاكرين البرايتال لوب يا شباب اول اريا فيه اللي هي الاريا دي، لو انا عندي اصابه فيه ما ممكن دي تتدمر. يبقى السريبرال هيمسفيرز الكورتيكال ليجن بيبقى معاها كورتيكال سنسري لوس لو الليجن في البرايتال لوب في اريا 312. طب واحد تاني يقول لي يا دكتور سنين، طب انا ممكن اخد ايه، اجود الف، انا ممكن، طب انا هاخد الاصابه هنا، انا مذاكر برين اريا وبرين ليجن حلو جدا جدا جدا. واحد يقول لي ايه، طيب انا عندي اصابه في الاوكسيبيتال لوب هنا، والاصابه هتكون مثلا اضرب 17، هيقول لي الناحيه الثانيه يحصل لها هومونيمس هيمي انوبيا، لان عرفت انت الليجن اللي على مستوى السيريبرال خد حاجه واضربها بتبقى عامله ازاي. بينما الليجن اللي على مستوى الكبسوله ما تبقاش كده، اللي على مستوى الكبسولة اللي هو الانترنال كبسول اللي احنا شرحناه ده ماشي، بيبقى معاها هيمي اناثيزيا او هيمي هايبوثيزيا. ليه؟ لان هو معدي من خلال الكبسولة، احنا قلنا في جزء من البرامدال تراكت نازل وفي جزء طالع السنسري. خد بالك لما شرحنا السوبرفيشال سنسيشن والديب سنسيشن والكورتيكال سنسيشن الباثوي بتاعتهم كان لازم يعدوا على المظله، يعدوا على الثلمس، كان لازم يروحوا في الاخر للثلمس. فاكرين يا شباب لما كنا كل حاجه كنا بنقعد نقول كروس للاوبوزيت سايت عشان تطلع للثلمس؟ طب ما هي كانت عشان تطلع للثلمس في كان في طريقها الانترنال كبسول. فانا عندي لو حصل كابسولار ليجن هيحصل لي سنسري لوس من كل الاشياء، الديب والسوبرفيشال والكورتيكال، على عكس الاصابه في السيريبرال هيمسفيرز
اريا 3 1 2 كان كورتيكال سنسوريوس. مفهومه دي يا شباب؟ السنسيشن اهي السنسيشن يا شباب، فاكرينها؟ افتح بس الشات بوكس. كان الليجن من الباثوي من الثالاموس كان بيعدي هنا في الانترنال كبسول ويوصل للسنسري اريا، وكذلك هنا كان بيعدي من الثالاموس وهنا كان في الانترنال كبسول ويوصل للسنسري اريا، وكذلك في الكورتيكال سنسيشن. فلما يحصل كبسول ليجن دي بايظه ودي بايظه، يبقى كل الموداليتيز بتاعه السنسيشن سواء السوبرفيشال او الديب او الكورتيكال ضايعه. نفتح الشات بوكس. والله الكلام ده لو قعدت تحفظه هتكره نفسك. طيب احنا قلنا صفحة، طب نرجع تاني للكبسولة. مش فاكرين يا شباب الاريا بتاعت برضو في الانترنال كبسول، الاريا بتاعت الجزء ده كده كان بيعدي فيها مين؟ بيعدي فيها الفي اللي هي مين؟ الفيجوال بتاعت الاوبتيك راديشن اللي هي كان بتاخد اللاترال جينيكليت بادي لاريا 17. اسأل نفسك لو حصل ليجن في الاوبتيك راديشن هيحصل ايه؟ هتقول لي كونترالاترال هومونيمس سيمي انوبيا. وحصل ليجن في الاوكسيبيتال لوب بتاع الاريا 17 برضو كونترالاترال هومونيمس هيمي انوبيا. يبقى دي كلينيكال بيكتشر مشتركه. يبقى لما تيجي تفرق ما بين الكابسولر والكورتيكال انت عرفت الفرق. الليجن اللي على مستوى، بصوا بقى ايه تو سمرايز، الليجن اللي على مستوى الكورتيكال والساب كورتيكال الاثنين زي بعض ماشي، بس الساب كورتيكال باراليسيس بيبقى اعنف شويه ولكن الاثنين زي بعض. هنا الاريتيشن عنيف فيعمل لك ايه؟ كبر بس. على مستوى على مستوى الكورتيكال هنا الليجن عنيف يعمل لك كوما وكونفولجن ماشي. وقلنا على حسب المنطقة اللي هتتأثر، لو حتة مثلا في البارايتال، والبارايتال اللي هي كان عندها كورتيكال سنسيشن فيبقى في كورتيكال سنسوري لوس. حصل ليجن مثلا في الاوكسيبيتال لوب يبقى هومونيمس هيمي انوبيا، وطبعا الحتة دي بيبقى معاها لو دومينانت هيمسفير المناطق سواء بتاعت الافيزيا او الاجرافيا. انما الكبسولة لا معهاش كوما ولا كونفولجن، وبيبقى معهاش برضو افيزيا ولا اجرافيا، دي كبسوله، وبيبقى معها السنسيشن لكل الموداليتيز ضايعه ومعاها هومونيمس هيمي انوبيا. طب يا دكتور سويلم انت ما كلمتنيش على الموتور باراليسيس، احنا بنتكلم على الشلل، قلت لي كل حاجه الا الموتور باراليسيس. طيب على مستوى الكبسوله بيحصل هيمي بليجيا، ارجع اقول لكم انتوا ملاحظين ان انا برجع للصور البيزك وبرجع للكلام البيزك، عشان كده بقول لك المحاضره يعني لازم تبقى كنت جاي مذاكر. فاكرين يا شباب الصوره دي؟ فاكرين الصوره الجميله دي؟ قلت لك الجزء الابر ده بتاع
الليج وجزء من الترنك سبلايد بالازرق بالانتيرور سيريبرال ارتري، والجزء اللور ده سبلايد مين بالميدل سيريبرال ارتري، اهو لونه اصفر يبقى سبلايد بالاصفر، وده على مستوى الكورتكس. على مستوى الكورتكس في البرين انت عندك الجسم بتاعك كل حتة في البرين سبلايد بحتة، يعني قلنا الميديال بارت ده سبلايد بمين بالانتيرو سيريبرال ارتري، وعندك اللاترال بارت ده سبلايد بمين بالميدل سيريبرال ارتري. طب ما ده على مستوى الكورتكس، يعني هنا في ارتري كده، تخيل معايا ان انا راسم ارتري كده وراسم ارتري كده، ده اللي اسمه ايه الاي سي اي، وده واخد ايه ارتري كده، ده الام سي اي نرسم له ارتري كده تمام، والاثنين جايين منين؟ من الانترنال كاروتيد ارتري. طيب هو الليجن لما هتحصل هنا هتدمر لك ده كله ولا هتروح تسد لك ده؟ تروح تسد لك ده. يعني الليجن على مستوى الكورتكس بتبقى مينلي فاسكولار، بتبقى مينلي واخده ارتري، يعني يا اما تدمر لك الاي سي اي يا اما تدمر لك الام سي اي، يعني العين هيشتكي من جزء واحد مشلول لو الليجن على مستوى الكورتكس، يا اما رجليه يا اما ايده، بنسميها مونوبليجيا. بنسميها ايه؟ مونوبليجيا. ودي بتبقى اكتر طبعا اكيد لو امبوليزم وراحها سد الدنيا. بص هنا مثلا سبلايد بمين بالاي سي اي، حصل ايه؟ امبوليزم، عيان عنده اي اف وشاور وعمل امبوليزم، راحت سدت الحته دي، العين يجي لك رجلي مشلول، جزء ده هيبريزنت بالجزء ده كونترالاتر. بينما في الكابسولار ليجن فاكرين يا شباب لما قلنا في الكبسولة كل الفايبر بتعدي على الجينول anterior to third of posterior limb of internal capsule، يعني العيان هيشتكي من هيميبليجيا تماما، لان الليجن هنا upper motor neuron وفوق مستوى C5، فهيشتكي من ايه؟ من هيميبليجيا تماما. بص معاي نراجع مع بعض الكبسولة، فاكرين يا شباب الكبسولة اهي، قلت لك البراميدال فايبر كان في منها كورتيكو بالبر وكورتيكو سباينال، وقلت لك ترتيبها الاحمر ده اللي هو الاحمر ده، الازرق ده اللي هو ده، الاصفر ده، الاخضر ده، ماشي. انا حصل كبسولار ليجن، قول لي الموتور باراليسيس بتاعي ايه؟ هقول لك كومبليت هيميبليج. طيب احنا قلنا وهو معدي كورتيكو بالبر هتتدمر، يعني مين من الكرانيال نيرفز اللي هيتأثروا؟ هتقول يا دكتور سولم كل الكرانيال نيرف اللي جاي لها كورتيكو بالبر هتبقى كومبنسيتد ومتعوضة بالناحية التانية ما عدا اللور بارت بتاع الفيشال نيوكليس، بتاخد من كونترالاترال سايد، فدي هتتأثر، فالعيان هيبقى عنده ايه؟ وشه من تحت مشلول. وهتقول لي ما عدا برضو الهايبوجلوسال، لان هو بياخد يونيلاترال سبلاي من الناحيه الاخرى برضو، فتلاقي برضو عنده اللسان مشلول. وكورتيكو سباينال اللي بتدي بقى الابر ليمب واللور ليمب، واحنا يونيلاترال ليجن فتبقى هيميبليج كونترالاتر. اتفهمت دي يا شباب؟ يبقى انا لو عندي كابسولار ليجن هيبقى عندي ابر موتور نيورون ليجن اوف ذا فيشال اند هايبوجلوسال نيرف مع هيميبليجيا على السيم سايد. طيب
يبقى احنا كده انت عندك الكرينيال نيرف نيوكليس الميد برين في 3 و4 قلنا 1 و2 طالعين استراكت والبونز في 5 و6 و7 و8 والمضله اخر 4 ماشي ماشي. طيب انت عندك دي واخده من هنا واخده من هنا كل كرينيال نيرف نيوكليس واخده من هنا واخده من هنا واخده من هنا واخده من هنا ما عدا مين ما عدا مين ما عدا 7 وما عدا 12 واخدين من الكونترالاترال سايد. واخدين منين؟ من الكونترالاترال سايد تمام من الناحيه الثانيه اللور بارت بتاع 7 وبتاع ايه 12 من الكونترالاترال سايد. يعني انت عندك الفيشال نيوكليس الجزء ده كده والجزء ده كده تمام. الابر بارت واخد من هنا ابر بارت واخد سبلاي من هنا واخد سبلاي من هنا اللور بارت واخد سبلاي من الاخرى فقط ماشي. بص دي الفيشال نيوكليس بتاعت الجسم الايمن ودي الفيشال نيوكليس بتاعت الجزء الشمال اهي اهي هنقسمها اتنين الجزء اللي فوق واخد من هنا واخد من هنا الجزء اللي تحت من الكونترالاترال سايد من ده. طب انت عندك شلل هنا عندك ضربه هنا عندك اصابه هنا عندك اصابه هنا صح صح فمين فالجزء اللي فوق ما يجيلوش بس متعوض بالناحيه دي انما الجزء اللي تحت من الكونترالاترال سايد يتاثر فيبقى عندك مش ده كشلل في الجسم هيعمل لك باراليسس على الكونترالاترال لانه لسه ما كانش عمل كروسنج وكذلك وادي الفيس اهو هتتدمر دي كمان هفهمها لكم اهي نرسمها بشكل اكبر. انا عندي ايه البرين اهو وعندي ايه فيشال نيوكليس اهي وفيشال نيوكليس اهي وعندي ايه الجزء اهو اليمين الجزء اليمين هيدي دي واخده من هنا والليفت اهو بيدي دي انما دي واخده من هنا بس دي واخده من هنا بس. طيب ما تنساش في ضمن دول انا عندي البيراميدال تراكت بيعدي ازاي بيمشي كده 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 وبيعمل كروسنج ويعدي من هنا مستوى الكروسنج لور مضل. انا عندي اصابه بقى فين نجيب انهي لون نجيب اللون ده عندي اصابه هنا فده الضرب الاخضر ده الضرب يبقى انت عندك الاصابه فين فوق الكروسنج اللي هو مسؤول عن الجزء ده يبقى عنده شلل على الليفت سايد. وبص اصابه هنا الازرق يتدمر اللي بيدي كونترالاترال نيوكليس بتاعت اللور بارت يبقى معاها الفيس الجزء الشمال برضو متدمر. مفهومه يا شباب؟ حمادة المونوبليجيا تاني. بص يا صديقي الليجن بتاعت الكورتيكال مينلي فاسكولار والفاسكولار هيروح يسد لك شريان واحد فانت عندك لو الاصابه جت في الحته دي الاي سي اي يبقى اللي هتشتكي الحته اللي سبلايد بالاي سي اي اللي هو بيسبلاي الليج فالعيان يجي لك بمونوبليجيا لمب واحد مشلول. لو عندك مثلا الاصابه الحته دي سبلايد بالام سي اي الميدل سيريبرال ارتري فانت عندك لو فاسكولار ليجن يعني ايه فاسكولار ليجن يا اما اسكيميا يا اما هيموراج ستروك مثلا امبوليزم اتكونت هنا اتبعتت هنا وسدت لك الام سي اي فالعين يجي لك يشتكي من ايه يجي لك يشتكي من دراعه مشلول ووشه مشلول بنسميها وش دراع دراع فاكر بريكيا بليكسس بتسبلاي الابر ليم فنسميها فيشيو بريكيال باراليسس. عرفنا الإصابة في الكبسولة عاملة إزاي. طيب الإصابة على مستوى البرين ستيم يا شباب
الإصابة على مستوى البرين ستيم. طيب بصوا يا شباب أنا تمام يا حمادة؟ أنا عندي إصابة على مستوى البرين ستيم. بص يا صديقي عندك البرين ستيم لما يحصل فيه ليجن هيحصل إصابة هنا كده، إصابة هنا كده، إصابة هنا كده. ممكن الإصابة تحصل على مستوى الميد برين، ممكن تحصل إصابة على مستوى البونز، ممكن تحصل مستوى إصابة على المظلة. ماشي، حصل إصابة في الجزء الشمال، في الجزء الشمال، الجزء الشمال، الجزء الشمال بيغذي الشمال لأن ده كرينيال نيرف نيوكليس، لأن دي كرينيال نيرف نيوكليس بتغذي الجزء ده، ده كرينيال نيرف نيوكليس بيغذي. يبقى الإصابة في البرين ستيم هتاخد كرينيال نيرف نيوكليس معاك لأنها طالعة من البرين ستيم، وكل كرينيال نيرف نيوكليس بتغذي الناحية بتاعتها. هنا ثلاثة نيوكليس بتغذي بتاع الثلاثة هنا، أربعة بتغذي الماسلز بتاعتها هنا، خمسة هنا. طيب هو البيراميدال تراكت هنا ما حصلوش كروسنج لسه، فالعين يشتكي من هيميبليجيا. البيراميدال تراكت ده بتاع الجسم ده، يعني هيميبليجيا في هذه الناحية وكرينيال نيرف اللي مضروبة في نفس الناحية المضروبة، فنسميها كروست هيميبليجيا. تاني انت عندك البيراميدال تراكت معدي وعمل كروسنج في اللور بارت اوف ذا ميدالله، انا عندي الاصابه اباف اللور بارت اوف ذا ميدالله، يعني الاصابه هنا على الجزء اليمين، العيان هيتشل الشمال. طب ما انت عندك الاصابه ممكن تيجي في الميد برين هنا، يبقى العيان هيشتكي من الكرينيال نيرف نيوكليس باراليسيس دي بتاعت الجزء ده، كرينيال نيرف باراليسيس بتاعت الجزء ده، على حسب بقى في الميد برين، في البونز، في الميدالله. والكرينيال نيرف نيوكليس نيوكليس، خد بالك انت عندك الانتيرو هون سيل والطريق ما بعدها ده لور موتور نيورون ليجن، وكذلك الكرينيال نيرف نيوكليس والطريق ما بعدها لور موتور نيورون ليجن، فالعيان يشتكي من هيميبليجيا، هيميبليجيا على الناحيه الاخرى والكرينيال نيرف نيوكليس على نفس الناحيه، باراليسيس على نفس الناحيه الكرينيال، فنسميها كروزد هيميبليجيا. تاني في البرين ستيم عندك ايه الجزء ده بتاع البرين ستيم اهو اليمين، كرينيال نيرف نيوكليس دي اتدمرت، فيشتكي من نفس الناحيه لان النيوكليس دي بتغذي نفس الناحيه. طب كان فيها البيراميدال تراكت قبل ما يعمل كروسنج، البيراميدال تراكت بتاع ده اللي بيغذي ده، فيبقى عنده هيميبليجيا على الناحيه الاخرى، فنسميها كروسد هيميبليجيا. مفهومه يا شباب؟ طيب واحد يقول لي يا دكتور سويلم، طب انا هاخد بقى ايه كل كرينيال نيرف ادمره، واحد قال لك ايه انا هدمر ثلاثة، واحد قال لك ايه انا هدمر أربعة، واحد قال لك انا هدمر خمسة، هدمر ستة، قعدوا بقى ايه قال لك على حسب الميد برين هيتدمر فيه ثلاثة وأربعة، البونز خمسة وستة وسبعة وثمانية، المظلة تسعة، وكل ما حد يكتشف حاجة يسميها باسمه زي ما هنشوف بعد شوية. طيب انا عندي بعد البرين ستيم المحطه اللي بعدي اللي اسمها ايه، السباينال كورد. يبقى خلصنا الاصابه على مستوى السيريبرال هيميبليجيا الجزء ده، وخلصنا الاصابه على مستوى البرين ستيم الجزء ده، ونقص لنا الاصابه على مستوى السباينال كورد الجزء ده. بص حتى هنا كانش عمل كروسنج، في اي اصابه ما فوقه هتبقى الناحيه الثانيه، انما هنا في السباينال كورد حصل كروسنج. طيب انا عايز اسالك سؤال يا صديقي، انت عندك اصابه على مستوى السباينال كورد، هو خلاص حصل كروسنج، فالحته دي بتغذي اوريدي الحته بتاعت الليمب،
هو خلاص نزل من المظلة، نزل من البرين ستيم، راح للسباينال كورد، ماشي. فلو حصل إصابة في السباينال كورد هنا، يبقى الجزء ده بيدي لده، وخلاص حصل كروسنج. أي إصابة في السباينال كورد هو الجزء بتاعه اللي هيتصاب على نفس الناحية. يبقى السباينال هيميبليجيا والبيراميدال تراكت معدي فيها، هتبقى هيميبليجيا على نفس الناحية، على نفس الايه الناحية. تفتكر يا صديقي هنا في اي اصابة لاي كرينيال نيرف؟ هتقول لي يا دكتور سويلم ده انا تحت البرين ستيم اللي هو منشأ الكرينيال نيرف، اللي هو منشأ الكرينيال نيرف، يبقى مفيش اي كرينيال نيرف افكشن. طب هقول لك يا صديقي، هل معاك كوما او كونفولجن؟ يا دكتور سويلم انا بعيد خالص عن الاريتيتيف ليجن في الكورتكس، مفيش كوما ولا كونفولجن، ده سباينال هيميبليجيا. وكعادة السباينال هيميبليجيا دايما هيبقى فيه أعراض على نفس على ذات الناحية، لأن هو بيغذي جزء وجزء شلل ما بعده. يعني أنت عندك مثلا لو الإصابة هنا، الإصابة هنا في السباينال كورد، الحتة دي بتدي سبلاي وفي باراليسيس بيلو ليفل أوف ذا ليجن، هنشرحها كمان شوية. يبقى السباينال هيميبليجيا معهوش أي إيه كرينيال نيرف افكشن، ومفيش كوما وكونفولجن، مجرد ايه هيميبليجيا على نفس الناحيه. مفهوم يا شباب؟ ده الكلام اللي احنا قلناه. لو انا عندي اصابه على مستوى الكورتكس بتبقى فاسكولار مونوبليجيا، المونوبليجيا دي في اللور ليمب خدت الليج اللي هو الاي سي اي، خدت الفيس والابر ليمب، تمام، يبقى خدت الام سي اي اللي هو بيغذي المنطقه دي، صح؟ صح. واتفقنا لو هي الليجن في البرايتال او الاوكسيبيتال او الدوميننت هيمسفير، ومعاها كونفيوجن كونفولجن كوم، ماشي. وشرحنا الاصابه على مستوى الكبسوله عامل ازاي، وشرحنا الإصابة في الكروست هيميبليجيا. بس هتبقى لك هنا، لأن أنت عندك 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 وبعد كده 9 و 10 و 11 و 12 الكرينيال نيرف، دول في الميد، دول في الميد برين، ودول في البونز، ودول في المضلة. يعني مثلا إيه عندك، لو أنا 9 و 10 مضلة ريليجن، لو اتصابوا مع الهيميبليجيا هسميها أفل سندروم، لو العشرة واثناشر اتصابوا كرينيال نيرف باراليسيس هسميها ايه جاكسون سندروم، وهكذا. يبقى انت عندك الويبر سندروم كرينيال نيرف ثلاثة، وده هيبقى في الميد برين طبعا لان هو ثلاثة في الميد برين. والبندكت سندروم بيبقى معاها ايه هيمي اتاكس، بس هنا بتبقى الاوبوزيت سايد اوف ذا ليجن، لان بيبقى في تاثير للريد نيوكليس اللي بتبقى مسؤوله عن الجزء الاخر من الجسم. اي كرينيال نيرف زي ما اتفقنا سيم سايد اوف ذا ليجن ابسيلاتر، بينما الهيميبليجيا اوبوزيت سايد. البونتاين عندي حاجه اسمها ميلر جابلر سندروم بياخد 6 و7. الفوفل ليجن احنا اتفقنا ان الميديا لونجيتودينال فيسيكلس موجوده في البونز، لو حصل لها ليجن هيحصل لوس اوف كونجكت اي ديفيشن. الميدالري ليجن زي الافيل سندروم والجاكسون سندروم زي ما قلت من شويه. هي الفكره كل واحد يكتشف كرينيال نيرف يسميها في سندروم، بس انت فاهم ان الهيميبليجيا على الاوبزيت سايد والكرينيال نيرف على السيم سايد، فسميناها كروست هيميبليج. مفهوم يا شباب؟ حقيقي 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 انا مبسوط ان انا معايا دكاتره من عين شمس، بصراحه دي حاجه تضيف لي جدا جدا جدا. ليه بقى؟ انت متخيل في كام واحد بيدي كورسز في عين شمس؟ اعتقد العدد اللي انا سمعته 4 5،
فإن يبقى معايا حد من عين شمس، دكتور من عين شمس، دي حاجة تعزني جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا نورة يا رب، ربنا يسعدك ويكرمك. طيب هناخد السباينال هيميبليجيا والصفحة دي وناخد ريست. أنا عندي السباينال هيميبليجيا، شلل على ناحية واحدة في السباينال كورد، ودي اللي اسمها هيمي سيكشن اوف سباينال كورد أو البراون سيكويت سندروم. دي يا شباب المظلة، وده السباينال كورد. أنا عندي البيراميدال تراكت نازل نازل نازل، عند اللور بارت اوف ذا مظلة بيحصل له كروسنج عشان يغذي الأذر سايد. صح يا شباب؟ صح يا دكتور سويلم. طب فاكرين عندي الديب سنسيشن اللي كان محمل بالبوستير كولوم تراكت، كان ماشي في السباينال كورد، ماشي ماشي ماشي، وكان عند اللور بارت اوف ذا مظلة عمل كروسنج. طيب السوبرفيشال سنسيشن اللي كان في منها السباينوثلاميك اللاترال اللي شايل البين والتمبريتشر، والفنترال سباينوثلاميك اللي كان شايل الكرود او السيمبل تاتش، بينما الفاين تاتش ده محمل مع البوستيرو كولوم ديب سنسيشن، كان بيعمل كروسنج على مستوى السباينال كورد. تاني تاني تاني، عينيا يا صديقي ركز بقى، ايه عشان هنعمل ابلايت. طيب انت عندك البيراميدال تراكت وهو ماشي ماشي عادي كده، بيعمل كروسنج فين؟ في اللور بارت اوف ذا ميدل، ماشي. وعندي بعد كده البوستيرو كولوم تراكت مشى، بتعمل كروسنج فين؟ في المظله. وعندي بعد كده السوبرفيشال سنسيشن عن طريق السباينوثلاميك تراك، كان حصل لها اصلا كروسنج للاوبوزيت سايد في السباينال كورد. طيب انا عندي هيمي سيكشن اوف سباينال كورد، عندي هيمي بليجا، عايز اعمل شلل على ناحيه واحده، يبقى هدمر ناحيه واحده من السباينال كورد، يا اما الناحيه دي او الناحيه دي. في الغالب العيان بيتغز، العيان ايه بيتغز، وعشان اعمل هيمي بليجا يا شباب لازم اخد الاصابه فوق مستوى سي 5. من الاخر كده العيان خد سكينه في قفاه، ما لهاش تفسير غير كده، اباف سي 5. طب لما ياخد اباف سي 5 اللي هو ليجن ما بين سي 1 ل 5 سباينال كورد، بص معايا، هيدمر التراكت اللي في سباينال كورد، هيدمر البيراميدال تراكت بتاع السيم سايد لان انا خلاص بقيت في السباينال كورد، وهيدمر التراكت بتاعه البوستيرور كولوم بتاعه الديب سنسيشن. الشات بوكس بينور شكله فيه، ماشي الصوت رجع، الصوت بيختفي، فهمتوا ثانية؟ الحقنا دكتور سويلم، الحقنا الحقنا الحقنا، كتر خير الدنيا ان في زوم وفاهمين الدنيا، ماشي. طيب عناية يا حمادة، بص يا صديقي، انا عندي اصابه هيمي سيكشن في السباينال كورد، يعني عايز اعمل هيمي بليجيا. هيمي بليجيا هاخد ايدك ورجلك، هاخد نص جسم منك، نص جسم منك، يبقى لازم اخد ايدك، اخد فوق الموتور سبلاي بتاعه البريكيال بلكسس، يبقى الاصابه لازم تكون فوق سي 5، فوق بدايات البريكيال بلكسس. وعايز اعمل اصابه في السباينال كورد، يعني ما عنديش غير ان انا اغزك بالسكينه في قفاك، هي دي المنطقه اللي العيان خد فيها ايه تروما، او عنده ديسك برولابس او مالتيبل سكلروزس في الاصابه دي. طب انا عايز هيمي بليجا شلل على ناحيه واحده، يبقى خد ناحيه واحده من السباينال كورد، يا اما الناحيه دي او الناحيه دي، لان انا عايز اعمل شلل على ناحيه واحده، يبقى خد ناحيه واحده. واتفقنا ان الهيمي بليجا على مستوى السباينال كورد ايبسي لاترال. طيب شرح بقى التراكت، انا هغزك بالسكينه اهو على مستوى السباينال كورد، هدمر لك البيراميدال تراكت اللي ماشي، اللي يغذي لك في نفس الناحيه،
يبقى هيبقى عندي ابسي لاترال موتور باراليسس، هيبقى عندي ابسي لاترال هيميبليجيا اللي باللون الاحمر ده على نفس الناحيه. انت اتغذيت هنا اهو، هعمل لك ايه؟ ابسي لاترال هيميبليجيا. طيب وفي السباينال كورد كان ماشي مين؟ كان ماشي التراكت اللي مسؤول عن الديب سنسيشن البوستيرور كولوم، لان هو كان بيعمل كروسنج في المضله. قبل الكروسنج هو كان في السباينال كورد وانا غذيته، يبقى برضو هيبقى عندي اللي بالاخضر ده ديب سنسوري لوس في هذه الناحيه، ديب سنسوري. يبقى انا عندي في غزه السباينال كورد على ناحيه واحده اللي جاي لها اوريدي الموتور خلاص حصل كروسنج، والديب سنسيشن قبل الكروسنج اللي هي واخده السيم سايد، يبقى هيبقى عندي ابسي لاترال هيميبليجيا وابسي لاترال ديب سنسوري لوس. طيب السوبرفيشال سنسيشن للبين والتمبريتشر كان بيحصل لها كروسنج في السباينال كورد وبعد كده تطلع، يعني الاصابه في هذه الناحيه كانت اصلا واخده السبلاين من هذه الناحيه، يبقى الاصابه هنا تعمل كونترا لاترال سوبرفيشال سنسوري لوس للبين والتمبريتشر. التاتش انت في تاتش محمل هنا وفي تاتش محمل هنا، فالتاتش ديكريزد على الناحيتين. عايز تقول ان الديب سنسيشن معاها الفاين تاتش، ففي هنا معاهم فاين تاتش لوس، وعايز تقول الكروت تاتش او سيمبل تاتش محمل على السوبرفيشال وهنا معاها، مفيش مشكله، ريح دماغك وقول التاتش قليل على الناحيتين. مفهومه يا شباب ولا اعيد تاني؟ تاني. طيب بص، دي المضلة، دي كده الجزء ده المضلة ماشي، والجزء ده السباينال كورد، هقسمه نصين. البيراميدال تراكت معدي اهو، هقسم السباينال كورد نصين ماشي. لو انا عملت اصابه في الجزء ده، اصابه في الجزء ده تمام، الهيميبليجيا هتبقى على نفس الناحيه لانه خلاص حصل كروسنج، فبقى اي بيراميدال تراكت معدي هنا بيسبلاي نفس الناحيه، يبقى عندي ابسي لاترال باراليسيس. طب يا دكتور سويلم انا فاكر فاكر ليه؟ ما نرجع، امال انا اعلمكم ازاي؟ اعيد مره واثنين وثلاثه لغايه ما تفهموا. بصوا يا شباب، البين والتمبريتشر والكروت تاتش كان في الباثوي بتاعه كان بيحصل له كروسنج فين؟ في السباينال كورد، وبعد كده بيطلع يكمل صح. فلو انا حصل ليجن عندي هنا، حصل ليجن عندي هنا في السباينال كورد هنا، يبقى الحته دي اللي هتتاثر الكونترا لاترال صح. طيب الديب سنسيشن كان ماشي 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 في الديب اريا وعمل كروسنج فين؟ بص الكروسنج فين؟ في المضله. فلو حصل ليجن هنا في السباينال كورد، ما المضله دي ما تحتها سباينال كورد، مش احنا قلنا برين وبرين ستيم وسباينال كورد، انا بتكلم في الاصابه هنا. السوبرفيشال سنسيشن المحمله على السباينوسيراميك تراك بتشيل الاوبوزيت سايد لانها بتعمل كروسنج. بص حصل كروسنج ازاي وطلعت. فالاصابه هنا في السباينال كورد، الإصابة مثلا هنا على الجزء الليفت تبريزنت بالجزء الرايت. إنما في الديب سنسيشن مشي مشي مشي، هل مشي كده؟ لا، ما عملش كروسنج. فضل مشي إزاي؟ فضل مشي في الديب أريا في الدورسال هورن، وبعد كده عمل كروسنج في المضلة، وأنت عندك أصلا الإصابة على السباينال كورد هنا. فيجي يشتكي من فقدان للديب سنسيشن والفاين تاتش على نفس مكان الإصابة، واللوس للبين والتمبريتشر والكرود سيمبل تاتش على الاذر سايد على الكونترا لاترال.
اتفهمت يا ندى؟ اتفهمت يا شباب؟ حبيبي يا حمادة والله ربنا يكرمك، تحرجني بذوقك يا صديقي. طيب بغض النظر عن التراكت اللي داخلة هنا كده مثلا وعملت كروسنج، أو التراكت التانية اللي دخلت وعملت كده، تمام، هو مش السباينال كورد ده طالع منه لور موتور نيورون؟ طالع منه لور موتور نيورون، بيغذي الجزء ده، طالع منه. هي مش بس محطة من الكرينيال من التراكت، لا طلع منه لور موتور. فلو انا عندي غزة سكينة هنا كده، يبقى العيان هيشتكي من التراكت اللي مضروبة زي ما قلنا، وهيشتكي من الناحية دي في لور موتور نيورون ليجن. ازاي؟ بص معايا، يبقى سلم لي على عالية حمادة. اهي السكينة خدت البيراميدال تراكت اللي معدي اللي بيغذي نفس الناحيه في ابسي لاترال هيميبليج، وضربت البوستيرو كولوم تراكت، لسه ما عملش كروسنج، هو لسه في السباينال كورد، فيبقى معاها ديب سنسوري لوس، تمام، وفاين تاتش لوس. يضرب اللي بالازرق اللي هو شايل الناحيه الثانيه، اللي هو الفنت اللي هو السباينال ثلاميك تراكت اللي بيشيل السوبرفيشال سنسيشن للبين والتمبريتشر والكروت تاتش، فيبقى معاك كونترالاترال سوبرفيشال سنسورز. فتقسم العيان نصين كده، نص الازرق ده، نص الازرق ده، السنسيشن مضروب فيه لان ده شايل الجزء ده، بص هو خد سكينه هنا، والجزء الاحمر ده يعمل لك هيميبليجا بالاحمر، والاخضر ده يعمل لك ايه، ديب سنسيشن لوس هنا. سامعيني يا شباب؟ طب ما انت خدت السكينة، خدت السكينة ورحت حاططها هنا كده، دمرت كل التراك. ما هو برضو على السباينال كورد ده في سباينال نيرف اللي جايب انتيرور روت وطالع منه بوستيرور روت، والبوستيرور ده سنسيشن والانتيرور ده موتور، فيبقى عنده ايه، حتة كده at the level of the lesion. وعشان ادمر سي خمسة فوق سي خمسة هي الإصابة في قفاه، فيبقى عندي هنا إبسي لاترال إيه اللور موتور نيورون ليجن للمسلس، وإبسي لاترال لوس للسنسيشن في هذه المنطقة السبلايد بالسباينال كورد اللي متدمر. أدي السباينو ثلاميك عمل كروسنج، أدي البيراميدال تراكت، وأدي البوستيريكول. مفهومة يا شباب؟ ايه اسباب الترانزينت هيميبليجيا؟ احفظ لك سببين ثلاثه، تيجي العيان هيميبليجيا ويفك. طيب كان نفسي ياخد دي، مش عارف هتستحمله ولا لا، الاربع صفحات دول ممكن بعد ما اخلص دي نخليهم بقى ايه المره الجايه. بس بقى ايه، تيجوا مذاكرين بقى اللي انا قلته، ماشي؟ طيب انا هاخد الصفحة دي عشان ايه نخلص كده ايه بسرعة. طب يا دكتور سويلم، انت قلت لي العيان هيجي بهيميبليجيا جزء عنده مشلول هنا، ما تقول لي مواصفات الشلل في الابر ليمب وفي اللور ليمب، ما تقول لي مواصفات اليونيلاترال باراليسس، اليونيلاترال ابر موتور نيورون ليجن، ما تقول لي الباراليسس للوان سايد اوف ذا بودي. خد بالك العيان ممكن يجي بتوتال باراليسس او ويكنس، نسميها يعني باريس، حاجه بسيطه جدا يعني. تمام تمام ماشي. مواصفاتها هي مواصفات الابر موتور نيورون ليجن،
يعني العيان اخبار الريفلكسز بتاعته ايه؟ هيبقى عنده هايبر ريفلكسيا، هيبقى عنده هايبرتونيا، هيبقى عنده بابينسكي ساين، هيبقى عنده كلونس، وهيبقى عنده موتور باراليسيس بلو ليفل اوف ذا ليجن. مواصفات الابر موتور نيور. طيب الباراليسيس يا دكتور سويلان بيأفكت ايه؟ بيأفكت العضلات الضعيفه بتاعتك، بيتشطر عليها الويك ماسلز اللي هي البرو جرافيتي ماسلز. زي ايه البرو جرافيتي ماسلز؟ زي الاكستنسورز في الابر ليم والفليكسورز في اللور ليم. الاكستنسور في اللور ليم يعني يبقى عنده في الابر ليم يبقى عنده ضعف في قفل الدرج، ما يعرفش يعمل اكستنشن. و انت عارف بتسال عيان تقفل الدرج احسن ولا تفتح الدرج؟ تقفل الدرج دي الاكستنسور، تفتح الدرج دي الفليكسورز. ويبقى عنده برضو ضعف في الفليكسورز بتاعت اللور ليمب. ودي تختبرها ازاي؟ في لبس البنطلون. تقول له تلبس البنطلون اللي هي عن طريق الفليكسورز ولا تفرد رجليك عن طريق اللور ليمب اكستنسورز. فالعيان عنده ضعف في الاكستنسورز بتاعت الابر ليمب، ما يعرفش يقفل الدرج، وضعف في الفليكسورز بتاعت اللور ليمب، في صعوبه في لبس البنطلون. هي دي البرو جرافيتي ماسلز. وعندك بعد كده في ضعف في الديستال ماسلز الطرفيه، ما يعرفش يعصر ليمونه. لما يجي يعمل كده كوبايه الشاي بالليمون لدكتور سويلم تلاقي الشاي من غير ليمون. او في رجليه ما يعرفش يلبس الشبشب، عضلات رجليه ضعيفه. بينما البروكسيمال ماسلز بتاعته زي الفل، يعرف يسرح شعره، يعرف يطلع السلم. يبقى الضعف في البرو جرافيتي والديستال ماسلز، اكستنسور في الابر ليم وفليكسورز في اللور ليم. طب احنا قلنا بيبقى عندهم هايبرتونيا في الابر موتور نيورون ليجن. الهايبرتونيا من النوع السبستيك، من النوع اللي عندها كلاسب نايف زي السكينه دي قرن الغزال. يعني ايه سبستيستي اوف كلاسب نايف تايب؟ يعني بيبقى معاها initial resistance with terminal release. عارف انت لما تفتح المطوة دي تبقى قوية في الاول كده وتروح منك معاك. دي لما بتيجي تعمل لها examination بتلاقي التون عالي في الاول ويسيب في الاخر. هايبرتونيا التون عالي، تقول له عضلاتك اخبارها ايه؟ ماسكة، مخشبة، ناشفة، شدة. وعنده هايبرتونيا برضو في الانتي جرافيتي ماسلز اللي هي في الابر ليمب الفليكسورز، وفي اللور ليمب اللي هي الاكستنسورز. وعنده هايبرتونيا في الادكتور ماسلز. يبقى هو عنده هايبرتونيا في الادكتور والاكستنسورز بتاعت اللور ليمب، فتلاقي دي كلها مخشبه ومفروده ويمشي يلفها لبره، يعمل سيركمدكشن. لما تقول له يمشي ده لو قادر يمشي اصلا، هتلاقي الاكستنسورز والادكتور بيعمل لها سيركمدكشن، بتلف كده معاه. طيب اخبار الباول فانكشن بتاعتك ايه يا دكتور سويلم؟ لا، اخبار الباول فانكشن بتاعتي انتكت، لان احنا اتفقنا ان الـ عشان اثر على الميكتيريشن لازم الاصابه تكون بايلاترال، وهنا عندي الاصابه يونيلاترال. فاكرين لما قلنا البلادر ليها بايلاترال سبلاي، بايلاترال بيراميدال تراكت سبلاي، فبتبقى انتكت. طب امتى اشك ان العيان عنده مشكله في السفنكترز؟ ان الناحيه الثانيه مصابه. ممكن العيان يبقى عنده اثيروسكليروزس في الناحيه الاخرى، او دبل ستروك، جاله ستروك قديمه مع ستروك جديده، فحصل بايلاترال براميدال تراكت سبلاي انجري للبلادر، فالعيان يجي يشتكي لك بايه؟ بنيوروجينيك بلادر بقى، او افكشن للبلادر سنتر نفسه، البونتاين سنتر اللي هو سبلايد بمين؟ بالاي سي اي. طيب افرق ازاي ما بين الفاسكولار ليجن اللي هو اشهر سبب، يا اما سكيميا يا اما نزيف، يا اما ثرومبوزس او امبوليزم او هيمرج؟
الثرومبوزس ده عيان عجوز old ischemic diabetic الانست تبقى رابد تاخد ايه hours العيان بيبقى عنده طبعا history of TIA دايما بتجيله ماشي الconscious level بتاعه بيبقى preserved البيوبل بتبقى normal وequal البلد بريشر ممكن يبقى عالي مش وارد ان يبقى معاه cardiac problems الاكتر cardiac مشكلة عيان بعد embolism CSF بيبقى clear CT قلنا ايه بتبقى hypodense area حتى ايه سودة كده الامبوليزم اي سن ولكن ايه عيان بيبقى ايه مثلا جاله روماتيك وكمبليكيتد بمايترو ستينوزس كمبليكيتد مثلا باي اف سادن اونست قلت لك سكندز البلد بريشر بيبقى نورمال في الغالب بيبقى معاها هو مش في الغالب هي معاها فالفيرال ليجن تعالى بقى النزيف لا ده عيان عجوز وضغطه عالي والضغط العالي ده عامل مقاومه قصاد الليفت فينتريكل عامل هايبرتروفي ونزف في مخه الاونست دراماتيك تمام معهوش برودرومال سيمتومز هي مره واحده كده العين وقع وقلنا ايه النزيف هيعمل لك ايه التمبريتشر عاليه وممكن ايه يحصل فيه كونفيوجن وكونفولجن وكوما معاها والبيوبل بتبقى دايليتد رياكتف طبعا لو لقيت سي اس اف هلاقيه بلادي والتنشن عالي زي السب اراكنويد هيمرج طيب هناخد مين نكمل يعني بصوا انا اصلي ايه ثلاث صفحات دول ايه الاخبار يا شباب ماشي انا بصراحه مع الريست ونكمل لان الموضوع كله مترابط ببعض واللي فصل وعايز يستأذن أنا ما عنديش أي مشكلة رحم الله امرئ عرف قدر نفسه ممكن يجي بعد كده يسمع التسجيل بس ما تقعدش وانت مش فاهم أو انت مجبر انك تقعد أنا لو واحد هيقعد في المحاضرة هشرح له ما عنديش أي مشكلة حبيبي يا حمادة ربنا يخليك انا بالظبط 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 نص ساعة واخلص ان شاء الله هناخد ريست بس كده شوية وبعد كده نرجع نكمل إن شاء الله الهيميبليجيا لما بتذكرها هي والفاسكولار اكلوسيف سندروم وتفهمها حقيقي والله ما هتاخد منك نص ساعة لأنها بتعتمد على البيزك كان ليا حق اقول لدكتوره اسراء تقول لكم تبقوا مذاكرين طيب نرجع بقى نكمل يا شباب يا دكتور سويلم انت قعدت تقول لنا في الستروك ممكن عيان يجي بسكيميك ستروك وهيموراجيك ستروك طب ما الاسكيميا دي يا دكتور سويلم قلت لي هي والتي اي اي ممكن تروح تسد لي البلاد سبلاي بتاع البرين ايه هو يا ابني البلاد سبلاي بتاع البرين بي سي اي ام سي اي اي سي اي طيب ما دكتور سويلم تقول لي دول لو اتسدوا هيعملوا ايه؟ هقول لك حاضر. طب يا دكتور سويلم انت لما جيت تشرح لي
subarachnoid hemorrhage or تلي الدم بيirritate أي blood vessels جنبه ويعمل له vasospasm. ممكن يعمل vasospasm لل MCA العين يجي لك بصورة ل MCA في vasospasm ischemia أو ACA ischemic أو PCA ischemia. طب إيه الكلينيكال بيكتشر بتاعة الأرتريس دي لما بتتسد؟ البلاد سبلاي بتاع البرين جاي من انترنال كاروتيد وفيرتبرو بازلر تلتين وتلت، والانترنال كاروتيد بيديك الميدل سيريبرال ارتري والانتيرو سيريبرال ارتري. هناخد الانترنال ارتري اوكلوجن يعني انسداد في الانترنال ارتري. خد بالك يا شباب لما يجي لك تي اي اي او complete stroke complete obstruction للارتري التي اي اي هتقول قبل كل كلمه من الكلينيكال بيكتشر هتقول transient recurrent transient recurrent هتقول transient recurrent لانها اسمها transient ischemic attack. هتقول temporary لانها partial occlusion مجرد insufficiency. بينما الكمبليت ستروك هتقول لا ده كمبليت كاروتيد اكلوجن مثلا يبقى فيه ستروك واضح. صوت واضح يا شباب؟ واضح تمام. يعني مثلا على سبيل المثال الانترنال كاروتيد ارتري اكلوجن، انت عارف ان الانترنال كاروتيد ارتري بيديك وهو ماشي الاوثالميك ارتري وده بيغذي لك العين والاوكيلار ماسلز وبيديك الانتيرو كرويدال ارتري تمام، بيديك الاي كرويد بلكسس والليمبيك سيستم وحاجات كتير كده وبوستيريو كوميونيكيتنج ارتري، وبينتهي الانترنال كاروتيد بمين؟ بالميدل سيريبرال ارتري والانتيرو سيريبرال ارتري. قلت لي الانترنال كاروتيد ارتري بيديني مين؟ بيديك اوثالميك ارتري يعني بيديك سبلاي للعين. فلما الانترنال كاروتيد ارتري يحصل فيه TIA أو ستروك يبقى العين هتشتكي معاك. طيب انت قلت لي يا دكتور سويلم TIA يعني partial occlusion مجرد insufficiency يعني الأعراض مؤقتة temporary transient، العيان هيرجع completely normal complete recovery. يعني لما يجي يشتكي من العين الموضوع هيبقى مؤقت، هيشتكي من transient visual loss. دي اللي بنسميها اميروزس فيوجس، يبقى بيشتكي من ترانزينت فيجوال لوس. بينما لما اقول كومبليت ستروك خلاص بقى مش هيبقى ترانزينت، هيبقى ايه؟ بلايدنس. ماشي. خد بالك ان الانترنال كاروتيد ارتري الكلينيكال بيكتشر بتاعتها بتاخد جدا، انت عندك انترنال كاروتيد ارتري بيديك الام سي اي والاي سي اي. طب لما ده يتسد يبقى ده مش قايم بوظيفته وده مش قايم بوظيفته، فتلاقي ايه بيجي لك من اعراض من الام سي اي. يعني هتلاقي زي ما شويه هتعرف هيجي لك كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا، هي كونترالاترال هيمي هايبوثيزيا وهيمي باريسيس. طب الانترنال يبقى انت لازم تقول لي الام سي اي لان الانترنال كاروتيد ارتري بيديك في الاخر الام سي اي والاي سي اي، ده اتضرب يبقى ده اتضرب وده اتضرب، فممكن يجي لك بالكلينيكال بيكتشر بتاع دي وبتاع دي. بس السبيسيفيك جدا 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 للانترنال كاروتيد الترانزينت فيجوال لوس او البلايند على طول. طبعا اي تيربلنس زي اثيروسكلروز في الارتري بيعمل بروي، فممكن تسمع بروي. طيب انا جاي اشرح النهارده الام سي اي اللي هتديك الكلينيكال بيكتشر بتاعت الانترنال كاروتيد ارتري اكلوجن والاي سي اي. طيب ما تفكرني كده الاول يا دكتور سويلم ايه البلاد سبلاي او الميدل سيريبرال ارتري كان بيغذي ايه عشان لما يتسد اعرف؟ بص يا شباب الميدل سيريبرال ارتري بيدي لك فرونتال برانش وبرايتال برانش وتمبرال برانش.
دي كورتيكال برانشز، وبيديك كابسولار برانش اسمه لينتيكولو ستريت ارتري بيغذي كل الدورسال هاف اوف انترنال كابسول. يعني ايه يا دكتور سويلة من الكلام ده؟ بص يا صديقي، الميدل سيريبرال ارتري بيغذي لك الحته دي كلها في الموتور اريا والسنسوري اريا بتاعت كل الجسم ما عدا مين؟ ما عدا الليج. يعني لو حصل اصابه في الميدل سيريبرال ارتري اللي هو ايه بالاصفر اهو، الميدل سيريبرال ارتري اصفر بيغذي كل ده سنسوري وموتور، يعني الاصفر في السنسوري والاصفر في الموتور، يعني بيغذي سنسيشن وموتور لكل الجسم ما عدا اللور ليمب وجزء من الترانك. يعني لو انسد الام سي اي الحته اللي حماده بيسال عليها اهي، هيتسد معايا الجزء ده كله. طب يا دكتور سويلم انت قلت لي بيديك برانشز اسمها ايه؟ بص معايا، بيديني برانشز اسمها فرونتال، تمام، وبيديني برانشز اسمها بارايتال، وبرانشز اسمها تيمبرال. يعني لما الام سي اي يتسد، هيتسد الفرونتال وهيتسد البرايتال وهيتسد التمبرال. استنى يعني، استنى يا دكتور سويلم، انت عايز تقول لي ان لما يتسد الام سي اي هكتب له الليجن دي كلها ودي كلها في الفرونتال ودي كلها في البرايتال ودي كلها في التمبرال؟ ايوه يا صديقي، اذا كان بيعمل سبلاي للمناطق دي يبقى لما يحصل ليجن يبقى خلاص هي دي. طيب من الفرونتال هتستثني منطقتين سبلايد بالاي سي اي، الحته اللي اسمها البري فرونتال اريا والحته اللي اسمها البارا سنترال ليبيول والموتور اريا بتاعه الليج اللي هي هنا موتور والسنسري في الليج، دي تبع الانتيرور سيريبرال ارتر. طيب يبقى لما يحصل اصابه، عشان كده قلت لكم اول ثلاث محاضرات البيزكس مهمين، في الميدل سيريبرال ارتري الفرونتال برانش تمام هيدمر لك ده كله، بس في الموتور والسنسري هتقول لي ايه الابر ليمب والفيس لان الليج دي للاي سي اي. طيب والبرايتال برانش ليجن اللي هو الجزء ده كده والتمبرال برانش ليجن اللي هو الجزء ده كده. ده لو كورتيكال برانش ليجن، لانك انت عندك الميدل سيريبرال ارتري بيدي للكورتكس وبيدي للكبسوله، بيدي انهي جزء من الكبسوله؟ كل الدورسال هاف اوف انترنال كبسول، كل الدورسال هاف اوف انترنال كبسول، كل ده سبلايد بمين؟ بالام سي اي. يبقى ارتري اسمه ايه؟ لينتيكولو ستريت ارتري. يبقى انت عندك الام سي اي بيديك كابسولار برانش وكورتيكال برانش. الكابسولار برانش اسمه ايه؟ لينتيكولو ستريت ارتري. ممكن يحصل اصابه هنا او ممكن يحصل اصابه هنا، تمام، او ممكن يحصل اصابه للمين ارتري اللي هتتكون من الكلينيكال بيكتشر بتاع ده والكلينيكال بيكتشر بتاع ده، ماشي ماشي، وممكن يحصل للانترنال كاروتيد ليجن اللي هتديك برضو كلينيكال بيكتشر بتاعت الام سي اي. مفهومه يا شباب الدخله دي؟ طب شوقتنا يا دكتور سويلم، الام سي اي ليجن نفتح الشات بوكس، مفهومه يا شباب؟ مش كله تمام؟ ماشي. يبقى انت عندك اصابه في الكابسولر برانش اللي هو اللي اسمه اللينتيكولو ستريت ارتري اللي هو بيغذي كل الدورسال هاف بتاع الانترنال كبسول. طيب يعني كل المنطقه دي بايظه، يبقى كل حاجه كانت معديه هنا مش هتعدي. يعني البيراميد، اول حاجه البيراميدال تراكت بتاعتك ضايعه كلها، يبقى العيان هيشتكي من ايه؟ من هيميبليجيا. كل ده على مستوى الكورتيكو سباينال
ما انت عندك واخده ايه الكبسوله الجزء الفوقاني ده واخده الكورتيكو بالبر والكورتيكو سباينال، والكورتيكو بالبر ما تتاثرش الا في 7 و12 لانها واخده يونيلاترال سبلاي من الحته الاخرى، انما بقيه الكرينيال نيرف نفسها سبلايد من المكان الثاني. طيب وعندي بعد كده الجزء بتاع ده قلنا السنسري، يبقى عندي ايه ثالاموس بايظه، مفيش الايه السنسري راديشن اللي من الثالاموس، وبعد كده الكبسول، وبعد كده اريا 3-2-1. وعندي بعد كده اللي هو الجزء بتاع الاوديتري والفيجوال. تخيل معايا مثلا الفيجوال بايظ يعمل لي كونترالاترال هومونيمس هيمي انوبيا، مش احنا قلنا ان الفيجوال الجزء ده من اللي هو اوبتيك راديشن بتاع لاترال جينيكليت بادي، وبعد كده اريا 17، افرض الجزء ده مش موجود يبقى العيان هيشتكي من ايه؟ افرض الجزء ده بتاع الاوديتري مش موجود يبقى العيان هيشتكي من سلايت امبيرمنت للهيرنج، لان الهيرنج بايلاترال ريبريزنتد. الكلام ده انا شرحته واحنا بنشرح الهيميبليجيا على مستوى الكبسوله، مفهومه يا شباب ولا مش مربطينها؟ يبقى انت عندك اصابه في الدورسال هاف انترنال كبسول. طيب البيراميدال تراكت معديه هنا كان بتدي لمين؟ بتدي للكرينيال نيرف نيكلاي، سميناها كورتيكو بالبر. كل كرينيال نيرف مش هتتاثر ما عدا اللور هاف اوف كرينيال 7، فتديك هنا ده كده عنده شلل هنا وهايبوجلوس. انت عندك ده اللي هو السنسري راديشن يتاثر يبقى معاك هيمي هايبوثيزيا، عندك ده الاوديتري متاثر يبقى معاك سلايت امبيرمنت اوف هيرنج، عندك ده الفيجوال متاثر يبقى معاك كونترالاترال هومونيمس هيمي انوبيا. ده مستوى الكبسوله، مفيش كوما، مفيش كونفولجن، مفيش افيزيا. طيب ده كله بايظ، طب ما انت عندك الايد بايظ والفيس بايظ والترانك بايظ واللور لمب بايظ. فاكرين مش قلنا الفيس هنا الجسم معدي هنا الفيس بعد كده الترانك، تمام؟ اول حاجه الارم، بعد كده الفيس، بعد كده الترانك، بعد كده اللور لمب بنفس ترتيب الصورة، الإيد الأول، بعد كده الوش، بعد كده الأصفر، بعد كده الأخضر. يوم يحصل لك هيميبليجيا of same extent upper و lower limb زي بعض لأن كل ده اتدمر. كورتيكال برانش، الكورتيكال برانش بتاعك احنا قلت لك الكورتيكال برانش بيديك 3 برانشات كورتكس، بيديك للفرونتال ويديك للبارايتال ويديك للتمبرال، ده الميدل سيريبرال ارتري. وقلنا بيغذي كل الجسم موتور وسنسري ما عدا الليج اريا، ما عدا الليج اريا. بص الام سي اي واخد الجزء الاصفر، واخد الايه الجزء الاصفر. طب انت عندك فرونتال برانش ليجن، عندك كورتيكال ليجن، يعني الكورتيكال ليجن يعني عندي الفرونتال ضايع والبارايتال ضايع والتمبرال ضايع. قول لي الفرونتال كان فيه ايه؟ هتقول لي مثلا يا دكتور سويلم كان فيه اريا 44، تمام؟ يبقى هيبقى عندي موتور افيزيا لو الليجن في الدومينانت هيمسفير. هتقول لي عندي فيه اريا 8 يبقى لوس اوف كونجكت اي ديفيشن، عندي فيه اريا 55 اهو، عندي فيه اريا 44، اريا 55، اريا 8، قدامك الرسمه. وموتور وسنسري في كل الجسم، في الارم والهاند والجزء ده ملوش دعوه بالترانك واللور لمب بتاعت الاي سي اي. انت حافظ من البدايه الاريا. طيب البارايتال اريا اللي هو ايه الجزء ده كده، لو حصل في الكورتيكال برانش قلنا فرونتال وخلصناه، وبعد كده بارايتال، وبعد كده تمبرال. البارايتال اريا لو متاثره هتقول لي يا دكتور سويلم دي فيها السنسيشن بتاعت الكورتيكال سنسيشن، تمام؟ بس بتاعت الفيس والابر لمب،
يبقى يحصل لكورتيكال سنسوري لوس فيهم. هتقولي برضو يا دكتور سويلم الجزء ده بتاع البرايتال كان فيه الانجلر جايروس اللي هي اريا 39، تمام؟ هتقولي يا دكتور سويلم وحصل اصابه فيها هيبقى العيان عنده فيجوال افيزيا لو الليجن في الدومينانت هيمسفير. برضو عندي في اريا 40 سوبرا مارجينال جايروس، هتقولي هيحصل له كوندكشن افيزيا وابراكسيا. مفهوم يا شباب؟ وكان فيها برضو الاوبتيك فايبر بتاعة الراديشن، ابر فايبر اوف اوبتيك راديشن اللي انا زود حطيتها في الرسمة دي كده، وقلت لك ايه المسؤولة الابر فايبر اوف اوبتيك راديشن عن الرؤية السفلية. فيبقى عنده ايه كونترا لاترال لور كوادرانتنج هومونيمس هيميا انوبيا، يبقى المنظر كده مثلا. انا بحصل تعبكم، بحصل ايه تعبكم. طب افرض عندي ليجن في التمبرال برانش، قول لي التمبرال برانش في اريا ايه واقول لك ايه اللي اتدمر. تمبرال برانش في اهو، كل ده التمبرال برانش كده، دي كده تك 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 تك، كل ده التمبرال اريا. يبقى انت عندك ليجن في الانكس، ليجن في 41 42، ليجن في 22، ليجن في الفيرنكس اريا، ليجن في 39 اللي هي اللور فايبر اوف اوبتيك راديشن المسؤوله عن الرؤيه بتاع الجزء السفلي العلوي. وتقول لي الليجن ترصهم لي طخ 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 طخ. طب لو انا عندي ليجن للمين ارتري، ادي الارتري بيديك ايه كورتيكال برانش، كورتيكال برانش اللي بتديك فرونتال وبارايتال وتمبرال، وبعد كده كابسولار برانش اللي بيديك مين الانتيكلو سترايت ارتري. طب انا عندي ليجن بقى في المين ارتري، كل الكلينيكال بيكتشر اللي احنا قلناها، بس المين ارتري دي بتبقى عنيفه، بيبقى معاها كوما كونفيوجن كونفولجن، وهتاخد معاك الابر ليمب اكتر من اللور ليمب لانها هتاخد الجزء ده، على عكس الكبسوله اللي كانت سيم اكستنت هتاخد الابر بارت اكتر. مفهوم يا شباب؟ انا بحصل تعبكم، ده تعبكم اللي انتوا ذاكرتوه. طيب انا عندي anterior cerebral artery occlusion، طب يبقى لما تيجي كده تذاكر الانترنال كاروتيد artery occlusion هتلاقي clinical picture لجواه ضمنيا حاطط فيها بتاعه الام سي اي اللي هو اوريدي برانش فيها، عشان كده حاطط لك في نفس الصفحه الام سي اي occlusion مع الانترنال كاروتيد artery. طيب بصوا يا شباب الكيس دي، كيس دي نيورولوجي نيورول اقروا الكيس دي يا شباب. عشان يا عيني انت بتقعد تذاكر طول السنه وتلاقي الاسئله الامتحانات انت حاجه تانية خالص، ده عشان الشرح اللي انت متعود عليه مختلف. اقروا دي، لما تذاكر الـ MCA كويس قوي هتلاقي انك انت عندك الهومونيمس هيمي انوبيا والفيشال ويكنس والهايبوجلوسال باراليسيس والديسفيزيا، كل ده تبع السبلاي اللي رايح له من الـ MCA. يبقى العيان عنده مشكلة في الـ MCA، تمام، وقال لك ايه رايت سايد ويكنس مع هايبورفليكسيا وبلانتر ريفليكس، يبقى معاه ستروك نتيجة الثرومبوزس في الليفت ام سي اي اللي عملت لك اعراض في الرايت سايد. نكمل. طيب بصوا بقى يا شباب، انا عندي الانتيرو سيريبرال ارتري في برانش للكبسوله وبرانش للكورتكس. طيب البرانش للكبسوله كان اسمه الهوبنرز ارتري، كان اسمه ايه الانتيرو سيريبرال، بيديك الهوبنرز ارتري، كان بيديك الجزء ده، الجزء ده اللي اسمه الفنترال هاف اوف انتيرو ليمب
اللي اسمه ايه؟ الـ ventral half of anterior limb. طيب اللي هو الجزء ده، طب الجزء ده معدي فيه مين؟ معدي فيه الاحمر والازرق، معدي فيه الاحمر والازرق. فلو العيان اتأثر الكابسولر برانش اللي هو الهومنرس ارتري بتاع الانتيرور سيريبرال ارتري، هتلاقي الاحمر والازرق اللي هو وشه ودراعه في كابسولر برانش. في ايه؟ في كابسولر بنسميها على نفس على عكس الناحيه طبعا، كونترا لاترال فيشيو بريكيال، زي بريكيال بريكسس، فيشيو بريكيال مونوبليجيا بتاثر البروكسيم ماسلز اكتر. يا دكتور سويلم يا سبحان الله، يبقى الكورتيكال برانش بيغذي اللور ليمب والكابسولر برانش بتاع الاي سي اي بيغذي الابر ليمب. سبحان الله سبحان الله. يبقى مش اي لور ليمب عيان يجي لك مشلول تبقى الثانيه، لا على حسب الابر ليمب اللي يجي لك ممكن تكون ايه. بص بقى ايه، نخش بقى ايه مع بعضين. يبقى انت عندك ايه؟ الفيشو بريكيال مونوبليجيا، احنا لسه جايين من الميدل سيريبرال ارتري تمام، بس مين؟ الفرونتال برانش او الانتيرو سيريبرال ارتري، انهي برانش؟ الكابسولار برانش. مفهومه دي يا شباب؟ طيب الكورتيكال برانش الحته دي بتتغذى بالانتيرو سيريبرال ارتر، الحته دي بتتغذى بالانتيرو سيريبرال ارتر. طب ايه الكورتيكال برانشز بتاعت الانتيرو سيريبرال ارتري؟ عندي فرونتال برانش وعندي بارا سنترال برانش وكلوزال برانش. يبقى عندي بارا سنترال برانش وايه؟ كلوزال برانش. الفرونتال برانش بتاعي هيغذي لي البري فرونتال اريا. فاكرين البري فرونتال اريا يا شباب؟ لما تبوظ هتعمل ايه؟ اكتب لي منتاليتي وبرسوناليتي تشينجز والبريميتيف ريفلكس زي جريزل ريفلكس يطلع تاني. والبارا سنترال برانش يغذي لك البارا سنترال اريا، الجزء ده، الجزء ده كده، الجزء ده كده الاصفر ده، دي الاي سي اي اللي هي كان فيها مين؟ كان فيها اللور ليمب موتور وسنسري اللي احنا قلناهم فوق خالص مع الباراسنترال ليبيول اوف ذا بلادر. معلش الحصه النهارده طويله بس صدقوني ما ينفعش تتجزأ، هتبقى صعبه جدا. يبقى الحته دي موتور وسنسري سبلايد الحته دي بالاي سي اي تمام، بانهي برانش من الكورتيكال برانشز؟ من البارا سنترال برانشز موتور وسنسري. فلما يضيعوا العيان هيشتكي من اللور ليمب موتور وسنسري. وكده كده الحته دي كان فيها مين؟ البارا سنترال ليبيول بتاعت البلادر. فلما تبوظ يبقى العيان هيشتكي ايه؟ من يورينري انكونتيننس لو بايلاترال ليش. وفاكرين يا شباب اللي احنا قلناها في المقدمه خالص، الكوربس كالوزم اللي بيوصل المخ من ناحيه لناحيه ويدي اوردر من ناحيه لناحيه. لو انا عندي اصابه في عندك ايه؟ كالوزال برانش بيغذي الجزء ده. فاكرين لما شرحنا خالص الجزء ده لو باظ هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ابراكسيا، مش هعرف ابراكسيا يعني مش عارف اعمل حركه من غير ما يكون عندي شلل او سنسري لوس او اتاكس. كل ده هنشرحه بعدين ان شاء الله تمام. يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي ابراكسيا على السيم سايد اوف ذا دوميننت هيمسفير. يعني لو انا الدوميننت هيمسفير بتاعي الليفت يبقى مش هعرف استخدم الليفت هاند بتاعتي لان الكوربس كالوزم بيوصل للناحيه الثانيه، شرحناها بالتفصيل في الاول.
طيب تفتكروا لو انا عندي مين ارتري اكلوجن هيبقى نفس المنطق تمام، هتبقى فين؟ هيبقى عندي في اللور ليمب اكتر من الابر ليمب ليجن. مفهوم يا شباب لغايه كده؟ اخر حاجه الفيرتبرو دي اخر سلايد ان شاء الله. باقي الشباب مفهوم؟ طيب انا عندي الفيرتبرو بازيلر سيستم، فاكرين الفيرتبرو بازيلر ارتري وهو ماشي وعمال يبرانش ويكون. طيب عشان كده قلت لكم المحاضره دي مهمه جدا جدا جدا. انا عندي اكلوجن في المين فيزلز، اكلوجن في الفيرتبرو بازيلر، نكبر بقى الصوره، في مين فيزل اكلوجن، في برين ستيم برانشز اكلوجن، وفي السيربيلر برانشز زي السوبيرو سيربيلر ارتري والانفيرو سيربيلر ارتري قسمناه انتيرور وبوستيرور تمام، وفي الاخر خالص البوستيرو سيربيلر ارتري اللي هو البي سي اي تمام. وكالعاده في كورتيكال برانشز وفي كابسولار برانشز. الكابسولار برانشز اللي هو الجزء اللي هو اللي اسمه الثلامو جينيكيليت ارتري، اسمه ايه؟ الثلامو جينيكيليت ارتري. الجزء ده اللي هو الفنترال هاف اوف بوستيرور ليمب اوف انترنال كابسول سبلايد ببرانش من البوستيرور سيريبرال ارتري اسمه ثلامو جينيكيليت ارتري. انت عندك الجزء ده في الكابسولار ليجن يعني ده اتدمر. طب الثلامو جينيكيليت ارتري اتدمر اسمه ثلامو جينيكيليت ارتري. بيسبلاي ايه الثلامو جينيكيليت ارتري ده يا دكتور سويلم؟ بيسبلاي ثلامو جينيكيليت، بيسبلاي الجزء ده من الانترنال كابسول اللي هنعرف ماشي فيه ايه، وسبلاي الثلامس، وسبلاي البيزل جانجليا اللي هي اللينتي فورم والكوديت الاثنين دول البيزل جانجليا، وسبلاي الجينيكيليت بادي اللي هي ليها جزء في اللاترال جينيكيليت بادي الفيجوال باثوي، هو ده الثلامو جينيكيليت ارتري. يبقى تاني بيسبلاي الجزء ده بتاع الانترنال كبسول تمام، وبيسبلاي الثلامس والبيزل جانجليا اللي هي اللينتي فورم والكوديت نيكلس تمام، وي سبلاي الجينيكيليت بادي. طيب قول لي يا دكتور سويلم الكابسولار برانش ده اللي هو اسمه ثلامو جينيكيليت بادي لما يبوظ ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتي؟ هيبقى عندك حاجه اسمها ثلاميك سندروم. بص معايا في الصوره دي كده، وعندي لور ليمب مونوبليجيا دمر لي الجزء ده الثلامو جينيكيليت ارتري. هو اللي معدي هنا مين؟ الجزء الاصفر والجزء الاخضر. يبقى عندي اللور ليمب مونوبليجيا وجزء ايه من اللور ترانك معاه، يبقى الجزء ده اللي مشلول. يبقى انت عندك دلوقتي حاجتين بتشيل جزء من القدم، الكورتيكال برانش بتاع الاي سي اي والكابسولار برانش بتاع البوستيرور سيريبرا ارتري اللي هو الثلامو جينيكيليت ارتري. ماشي، يبقى انت عندك الكورتيكال بالذات البارا سنترال برانش بتاع الانتيرو سيريبرا ارتري والكابسولار برانش بتاع البوستيرور سيريبرا ارتري. ماشي، طيب ايه تاني هتبان كلينيكال بيكتشر لما الكابسولار برانش الثلامو جينيكيليت ارتري؟ الثلاميك سندروم. ايه الثلاميك سندروم دي يا دكتور سويلم؟ انت قلت لي الثلامس دي ريليس ستيشن لكل تايب اوف سنسيشن. يبقى العيان عندك هيبقى عنده الاصابه مثلا هنا الجزء الثاني يبقى في كونترالاترال هيمي اناثيزيا، في لوس للسنسيشن تمام على الناحيه دي تمام، هيمي اناثيزيا كونترالاترال لان كل حاجه بتعدي وتروح للثلمس الناحيه الثانيه. طيب
عندي حاجة كاركترستيك قوي اسمها الثلاميك بين، برضو كونترا لاترا ثلاميك بين. دي عبارة عن حاجتين في بعض، العيان بيبقى عنده بين مستمر، تمام، كونستانت بين في الجزء اللي هو متسكن. بمعنى ايه؟ دلوقت انت عندك لو انت قاعد فترة كبيرة على الكرسي ورجليك منملة، لما رجليك بتتنمل وتتحرك مثلا شوية، حد يجي يدوس لك عليها بتتوجع، تقول له بس انا رجلي منملة. طب ما انت ازاي مش حاسس الاحساس في رجلك ومتوجع؟ هو ده نفس اللي عنده الراجل، عنده constant burning pain في نفس الحتة الانثيتايزد. في نفس الوقت بقى مش كده وبس، لا، ده الثريشولد بتاع البين عنده عالي، بنسميها هايبر باثيا، انك تعمل painful stimuli عالي جدا، الثريشولد عشان تضايقه وتعمل له حاجة painful، لا هي عالية، الثريشولد عالي لان الثالاموس فيها ليجن، وفي نفس الوقت هو جسمه منمل بس موجوع. نفس ما برجلك بتنمل وحد يجي كده ايه يضغط لك عليها بتبقى متضايق جدا. طب ما انت قلت لي يا دكتور سويلم الثلاموجينيكليت بيغذيلي الثلاموس والبيزل جانجليا اللي انتي فورمال كوديت، طب لما تبوظ العيان هيجي لك باكسترا بيراميدال مانيفستيشن اللي هو ليجن في البيزل جانجليا، يجي لك بكوريا افيتوزس، دول اي اصابه في البيزل جانجليا لغايه ما نروح اكسترا بيراميدال مانيفستيشن. طيب البرانش بتاع الكورتكس، البرانش بتاع الكورتكس لما يحصل اصابه في الكورتكس، الكورتيكال برانش بيغذي لك الجزء ده اللي هو بالازرق ده اللي هو الاوكسيبيتال لوب. راجع تاني هناك ايه اللي سبلايد الاوكسيبيتال لوب، في ايه اللي احنا قلناه فوق خالص، الاوكسيبيتال لوب هيحصل فيه الاصابات دي كلها، ما انت عندك البرانش اللي رايح للاوكسيبيتال لوب مضروب. طيب خد بالك انك عندك اصابه في اريا 17، ما دي من ضمن الاوكسيبيتال لوب. لو تفتكر في الباث واي بتاع الاوبتيك بتاع اللايت والاكوميديشن، ادي اللايت ريفلكس وادي الاكوميديشن ريفلكس، كان في الاكوميديشن بيعدي على اريا كام؟ 17 واريا 18 و19، يبقى العيان هيشتكي من ده لوست، انما اللايت سليم. يقول لك العيان عنده preserved light reflex و loss of accommodation reflex لأن الأوكسيبيتال لوب دمر، ف17 اتدمرت، بينما اللايت ريفلكس ملوش دعوة ب17، ده لايت ريفلكس أوبتيك وإيه زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. ما تنساش برضو أن العيانين دول عندهم macular spear عشان البيلاترال سبلاي، ودي بتبقى vascular lesion في الغالب على ناحية واحدة. يبقى دي ايه؟ في ماكيلر سبير، وقلنا هنا معاهم الاكوميديشن بيكون لوست بينما اللايت بريزيرفت. لغايه كده مفهوم يا شباب؟ طيب يا دكتور سويلم، انت لما شرحت لنا الفيرتبرو بازيلر وبعد كده البازيلر ارتري، هي محاضرة عنيفة بس فيها الشفر. كل شوية ارجع للبيزك، اول 10 صفحات هم اللي فيهم النيورو كله. طيب يا دكتور سويلم، انت لما قلت لنا الفيرتبرال ارتري مع فيرتبرال ارتري، عمل لي بازلر ارتري وهو ماشي قاعد يديني ايه بونتاين برانشز، وبعد كده قلنا السوبيرو سيربيلر ارتري والانتيرو انفيرو سيربيلر ارتري واللابرنثاين ارتري، يعني ليه علاقه بالودن اهو، تمام، عشان هنجيب سيره الاير. طب افرض يا دكتور سويلم انا عندي سكيميا في هذا الفيرتبرو بازلر سيستم اللي انتهى بالبوستيرو سيربيلر ارتري، وشرحت لك السكيميا على هذا المستوى في البوستيرو سيربيلر ارتري، ليه بدات بيه؟
عشان يبقى على نفس الشكلية كابسولر وكورتيكال ومين ليجن للأرتري اللي هياخد كل حاجة معي. طب افرض عندي إصابة في الفيرتبرال أرتري، افرض عندي إصابة في البرانشات، ما انت عندك البازلر أرتري بيديك بونتاين أرتري، بونتاين أرتري ده بيغذي البرين ستيم، افرض عندك إصابة في البرانشات اللي جاية من البونتاين أرتري دي أو الميدالري أرتري اللي هو برين ستيم، انت عندك ايه ميد برين بونز ميدالة جايين سبلاي من البازلر أرتري ماشي. افرض عندي إصابة في السيربيلر أرتري، في السوبيرو سيربيلر أرتري، في الانتيرو انفيرو سيربيلر أرتري، أو اللي جاي من الفيرتبرا اللي هو البوستيرو انفيرو سيربيلر أرتري اللي قلنا بيغذي اللاترال بارت أوف ذا ميدالة مع البوستيرو انفيرو بارت أوف سيربيلم. طيب خلينا بقى ناخد الإصابات دي وننهي الحصة عشان تخلصوا. عندي إصابة في الفيرتبرو بازلر أرتري، لو الموضوع مجرد insufficiency مجرد partial عمل reduction للblood supply دي transient حاجة مؤقتة ودي اللي بسميها TIA، يبقى vertebral basilar artery TIA تمام، temporary partial تمام transient مجرد insufficiency تاخد وقتها وتروح والعيان يرجع ايه clinical picture زي الفل. لو انا عندي الاصابة المؤقتة هسميها TIA، هحط قبل كل clinical picture كلمة transient كلمة temporary attacks، إنما لو stroke في vertebral basilar artery ده حاجة ماتت خلاص، يبقى symptoms هتبقى preceded وفي الغالب بتبقى symptoms هتبقى مستمرة continuous وفي الغالب بتبقى preceded بTIA لأن TIA قلت لك بتprogress للstroke. عندي lesion في main vessels قول لي الإصابة في reticular activating system اللي مسؤول عن الإفاقة، فتلاقي العيان لو مجرد سكيميا ترانزينت تي اي اي سينكوب يدوخ، انما لو ستروك ديب كوما لان حصل انفاركشن في الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. طيب رقم 3 بايز، اكتب بقى قول اوفثالموبليجيا ديبلوبيا، فاكرين لما قلنا 3 2 1 فيها. رقم 8 فيرتايجو تينيتس تمام. رقم اخر 4 البالبر سيمتومز 9 و10 11 و12 براميدال تراكت يا اما باريسيس يا اما باراليسيس، سنسوري سيستم هيمي اناثيزيا سيربيلم اتاكس، شوف ايه السيستم اللي باظ وقوله. طيب برين ستيم برانشز اكلوجن اللي جايه من البونتاين برانشز او الميدالري برانشز تقول لي الكروس دي هيمي بليج، سواء على الميد برين زي الويبر او البندكت او البونتاين ليجن زي الميلرد جابلر سندروم او الفوفل سندروم، او على مستوى المضلة الافيل سندروم او جاكسون سندروم. طيب على مستوى السيريبرال ارتري اكلوجن في سوبيرو سيريبيلر ارتري وانتيرو انفيرو سيريبيلر ارتري مش هناخدهم، اللي هناخدها الاثنين نفس الكلينيكال بيكتشر بس في السوبيرو سيريبيلر ارتري والانتيرو انفيرو سيريبيلر ارتري بيبقى معاهم كرينيال نيرف 8 تمام، بيبقى معاهم ديفنس. بس خلينا بقى ايه في اللي طالع من الفيرتبرا اللي هو البوستيرو انفيرو سيربيلر ارتري اكلوجن اللي هي اسمها ويلنبرغ سندروم او لاترال ميدالري سندروم. بصوا يا شباب الفيرتبرا الارتري وهو ماشي بيطلع ارتري اسمه بوستيرور انفيرور سيربيلر ارتري، ده بيعمل ايه؟ بيعمل سبلاي للجزء بتاع المضله الابر لاترال والسيربيلم الجزء البوستيرور والانفيرور. فاكرين يا شباب في البدايه قلت لك الابر لاترال مضله كان في ايه؟ الابر لاترال مضله كان في ايه؟ كان في الرسمه دي كده كلها. طيب عباره عن ايه؟ كان في الريتيكولو اكتيفيتنج سيستم ماشي اللي مسؤول عن الفوائن، وكان في الكرينيال نيرف نيوكليس رقم 8 وبعد كده 9 و10 و11، والكرينيال نيرف نيوكليس رقم 5 السباينال نيوكليس اللي هي كانت موجوده في المضله اللي مسؤوله عن البين والتمبريتشر بتاعه الفيس، وبرده في الجزء ده بتاع المضله اللي هو السباينال لمينيسكس اللي حصل لها خلاص كروسنج بتاعه البادي والبين والتمبريتشر، لو قلنا بيحصل كروسنج في السباينال كورد وبعد كده ايه في المضله بيبقى موجوده هي بتاعه الاوبزيت سايد، نفس الفكره بتاعه الايه السباينال هيميبليجيا، وموجود فيها السمباثيتك فايبر بتاعه الفيس والاي
طيب انا عندي اصابه في انهي ارتري؟ في البوستيرور انفيرور سيربيلر ارتري، اللي هو مين؟ السندروم اللي اسمها ويلنبرج سندروم، او انت قلت لي بيغذي اللاترال بارت بتاع المظله فنسميها لاترال مدالري سندروم. طيب الكلينيكال بيكتشر عباره عن ايه؟ اول حاجه بيبقى فيه اكيوت اونست من العيان، يبقى عنده هيكف سقوطه مع فوميتنج مع فيرتايجو، مهمه جدا جدا جدا، فوميتنج وفيرتايجو اب تو سينكوب. ليه في سينكوب؟ الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي مسؤول عن الفوقان بيتدمر، فتلاقي العين يجي له سينكوب. وليه في فيرتايجو فوميتنج؟ عشان الكرينيال نيرفز اللي موجوده، وعندك برضو بعد كده السيربيلم، كل ده يعمل لك ايه؟ الفيرتايجو والفوميتنج. طيب العيان هيشتكي من ايه؟ بص معايا، الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم متدمر، العيان قلنا هيجي بسنكوب. طيب الكرانيال نيرف 8 دي لما تتدمر العيان هيجي يشتكي من ايه؟ ممكن يجي يشتكي من الفوميتنج او الفيرتايجو، يبقى دي تخلي العيان يجي لك بفوميتنج وفيرتايجو. طيب لما يجي يشتكي من 9 و10 و11 دول بتوع البلبر بتوع الفارينكس والبلت واللارينكس، يجي يشتكي من باراليسس فيهم. طيب العيان السيربيلم متدمر، يجي يشتكي من ايه؟ اعراض في السيربيلم اللي هي اتاكسيا، نستاجمس، انكوردينيشن، كل ده هناخده. طيب كرينيال نيرف 5 هو الترايجيمينال يا شباب، واخد السنسيشن بتاعت ايه؟ بتاعت الفيس. امال السنسيشن بتاعت البادي محمله بايه؟ لا، على حسب بين وتمبريتشر، تمام، ولا ديب سنسيشن؟ لا، انا بتكلم على سوبرفيشال سنسيشن، بين وتمبريتشر، سباينوثلاميك اللي هي ايه؟ السباينال ليمينسكس. يعني انت وشك السنسيشن من الترايجيمينال وبقيه جسمك بين وتمبريتشر، بادي سباينوثلاميك. يعني عايز تقول لي ايه؟ ان انا لما يحصل لي اصابه في دي هلاقي في الجزء في وشي مش حاسس بيه، ولما يحصل لي اصابه في دي اللي هي مسؤوله عن كونترالاترال سايد، يبقى في جزء في وشي في جسمي مش حاسس بيه. يعني العيان عنده دي مضروبه، يبقى الجزء ده من وشه مش حاسس بيه، ودي مضروبه اللي مسؤوله عن السنسيشن هنا، يبقى الجزء ده مش حاسس بيه، يبقى عنده حاجه اسمها كروست هيمي انيثيزيا، جزء من وشه في البين والتمبريتشر مش حاسس بيه، وجزء في جسمه الناحيه الثانيه كونترالاترال بين وتمبريتشر مش حاسس بيه. طيب الجزء ده اللي هي السمباثيتك تشين بتاعت الهيد ونيك، اللي هي مين؟ لو باظت، قلت لك السمباثيتك تشين لو باظت تعمل لك هورنر سندروم، اللي هي توزس مايوزس انوفسالمس انهيدروزس. يبقى تاني يا دكتور سويلم، لما البوستيرور انفيرور سيربيلر ارتري يتسد، اللي هي اسمها ويلنبرج سندروم، هو ده كان بيغذي اللاترال ابر بارت اوف ذا ميدالله مع البوستير انفيرو بارت اوف سيربيلم. طب اللاترال ميدالله دي كان موجوده فيها مين؟ كان موجوده فيها كل ده والسيربيلم اهو. يبقى هيشتكي من اول حاجه اكيوت اونست اوف فوميتنج بفيرتايجو مع سنكوب مع هيكف، وسنكوب ليه؟ عشان الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. طب فيرتايجو وفوميتنج ليه؟ عشان 8. طب 9 و10 يعملوا و11 يعملوا لك زي البلبر سيمتومز. طب 5 كل ده على الابسي لاترال. طب 5 يبقى في ايه؟ فيشال سنسيشن لوست للبين والتمبريتشر في الناحيه المصابه الابسي لاترال. طب ودي يبقى في كونترالاترال على الناحيه دي للبين والتمبريتشر. طب السمباثيتك فايبر دي باظت، هورنر سندروم. طب السيربيلم دي باظت، اتاكسيا ونستاجمس وديسارثيا زي ما هناخد في الهورنر سندروم. مفهومة يا شباب؟ أنا كده خلصت. مفهوم اللي فات ده كله يا شباب؟ ندى زي الفل. عايز الناس اللي موجودة أونلاين تقول، اللي مش فاهم يقول لي أعيد مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تفهم.
طيب باختصار شديد جدا اللاكينر انفاركشن او اللاكينر ستروك دي على مستوى السمول برانشز بتاعه الارتري. يعني فاكرين الام سي اي قلنا بيدي اللنتيكولو ستريت ارتري، اللنتيكولو ستريت ارتري ده بيدي سمول بينتريتنج ارتريز. بص الصوره معايا، بيدي ايه؟ سمول بينتريتنج ارتريز بتغذي الجزء ده. انا لو حصل لي انفاركشن في السمول ديب بينتريتنج ارتريز دي واحد منهم، هي دي اللي اسمها لاكينر انفاركشن. زي ايه؟ بتعمل منظر زي البحيره كده، زي الهول الخرم كده، فسموها لاكينر ستراكشر انفاركشن. ودي الموست كومن تايب اوف اسكيميك ستروك، حوالي 25% من الحالات. بص هنا ده ايه؟ الثلاموجينيكليت ارتري، دي برانشز بتاعته، يعني ده الثلاموجينيكليت. دي بقى ايه؟ واحد من الايه؟ يعني تفرع من التفرعات اللي هي الصوره اللي احنا حطيناها هنا. ادي المين برانش، وبعد كده بينقسم، بعد كده يديك سمول بينتريتنج ارتري لاكينر انفاركشن على مستوى البينتريتنج خالص، الاخر حاجه خالص دي. طيب طيب دي على مستوى حاجات صغيره خالص ملهاش دعوه بالكورتكس، تمام؟ فمعهاش الكورتيكال ساين، يعني معهاش زي الافيزيا او اجرافيا. ايه اسبابها؟ يا اما مايكرو اثيروما، لازم تبقى مايكرو عشان ايه؟ في حته سمول ديب بينتريتنج ارتريولز، تمام؟ او مايكرو امبوليزم، او حاجه اسمها لايبوهايلينوزيس بيتكون كده ويسد لك الدم اللي معدي فيعمل لك سكيميا وانفاركشن هنا. نفس الفكره بتاعت الانترنال كبسول يا شباب، نفس الفكره بتاعت الانترنال كبسول. لو انا عندي ليجن في الجزء بتاع الموتور يبقى هيبقى عندي بيور موتور هيميبليجيا. لو عندي ليجن في الجزء بتاع الانترنال كبسول اللي بيعدي فيه الثالاموس يبقى عندي بيور سنسوري ستروك. لو عندي ليجن في الجزء بتاع الكورتيكو بالبر والكورتيكو سباينال، كورتيكو بالبر تمام اللي هو الفيشال ماسلز والتانك، وكورتيكو سباينال الابر ليمب، يبقى عندي ديسارثيا وابر ليمب ويكنس، بنسميها كلامزي هاند، ديسارثيا كلامزي هاند. طب عندي جزء في البون، البونز دي اللي متغذيه مثلا بالباراميديان بيرفوريتورز اللي هم من البازلر ارتري اللي هم دول، البونز ده محطه بيعدي فيها التراكتس. لو عدى مثلا فيها البونز مع السيربيلم، البونز يعمل لك البيراميدال تراكت هيمي باريسيس، والسيربيلم يعمل لك التاكسي، فنسميها التاكسيك هيمي باريسيس، تمام؟ وفي حاجه اسمها ميكسد سنسوري موتور ستروك، بيبقى ايه؟ جزء ايه؟ ميكسد مع بعض. ودي بتبقى ليجن في الثالاموس مع الانترنال كبسول، ليجن في الثالاموس بتاعت السنسيشن والانترنال كبسول الجزء بتاع الموتور المعدي فيها. او حاجه برضو اخيره اسمها سيفير ديسارثيا مع الفيشال ويكنس، ليجن في الجزء ده من الانتيريور ليمب اوف انترنال كبسول. ايه اللي عرفوا فيها؟ خد اللقطه، يعني لو جالك لاكينر ستروك خد اللقطة فيها، تمام؟ الريسك فاكتور بتاعتها طبعا لو عيان uncontrolled hypertension. طب دي انفاركشن، دي ستروك، يبقى علاجها ايه؟ اولا ممكن استخدم زي الستروك زي ما شرحناها اللي هو الالتيبليس، وامشي العيان على انتي بليتلت زي الاسبرين. بص سمول بينشد هول ازاي؟ بص دي لاكينر ايه؟ ستروك، دي لاكينر انفاركشن. قلنا الانفاركشن حته ميته حته سودا، بص ماشي. اللاكينر انفاركشن واللاكينر ستروك ما بتتذكرش الا في 5 دقائق زي ما شرحناها كده، عناوين فقط، ومكتوبه في الكتاب الاسم عناوين. طيب في حد عنده سؤال يا شباب؟ في حد عايزني اعيد اي حاجه؟ المحاضره النهارده كانت عنيفه بس كانت لازم تتاخد مره واحده. بالتوفيق ليكم يا شباب وربنا معاكم يا رب. العفو يا ندى، ربنا يكرمكم. السلام عليكم.